نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. ثم باب في الوصية. باب في الوصية اذكر فيه مصائر الوصية. الوصية أولا بين المصنف معنى الوصية لغة وشرعا، ثم بين حكمها وأتى بحديث يدل على فضلها هكذا. إذن باب في الوصية هي لغة الإيصال من وصى الشيء بكذا وصله به، لأن الموصي وصل خير دنياه بخير عقباه. هذا ما بيان معناه لغة. نعم، الوصية لغة الإيصال، وصى بمعنى وصله، وصل من وصى الشيء، هذا بالتخفيف ليس بالتشديد، وصى يصي مثل وعائعي. بكذا وصى بكذا، ثم وصله به، وصل متعدي كذلك وصى إلى المتعدي، لأن الموصي يقال أوصى أيضا. ثم الموصي وصل خير دنياه بخير عقباه، لذلك سميت الوصية وصية. ما هو خير دنياه وما هو خير عقباه؟ خير دنيا يعني هذا عمله الوصية، هو خير دنيا، وصله بعقباه يعني آثره يظهر بعد موته. فإذا ما صدر منه من الوصية هو خير بدنياه، ثم ما يقع بعد موته من الخير بسبب هذا خير الدنيوي، يعني هو يصي بشيء من ماله. متى يظهر أثره؟ يظهر أثره بعد موته. فإذا العمل حال حياته وأثره بعد مماته، هذا معنى واصل خير دنياه بخير عقباه عملا وأثرا. وشرعا تبرع بحق مضاف لما بعد الموت. تبرع يعني يعطي مجانا، هذا هو التبرع. بحق يتبرع بحق بمال او منفعه هكذا، وهذا التبرع مضاف يضيفه لما بعد الموت، يعني لما بعد موت نفسه. إذن هذا ينبغي أن يكون هذا التبرع مضافا بعد موته. فإذن عمل التبرع قبل الموت ثم يضاف هذا إلى ما بعد الموت. فإذن لو لم يضاف إلى ما بعد الموت لا يكون وصية. نعم، كما سيأتي. ثم هذا الإضافة إما تكون صريحة أو يعني مقدرة، كما سيأتي مثاله في الصيغة. مثلا لو قال رجل أوصيت لفلان بكذا، فهذا صريح بالإضافة إلى ما بعد الموت، هذا صيغة. أوصيت بكذا لفلان، فهذه صيغة صريحة بالوصية. الإضافة إلى ما بعد الموت فيه ضمنا وتقديرا كما سيأتي. فإذن الإضافة إما صريحة أو يعني تقديرا. ثم يقول حكمه حكم الوصية، وهي سنة مؤكدة إجماعا. الوصية سنة مؤكدة إجماعا،
وإن كانت الصدقة بصحة فمرض أفضل. ثم المقارنة بين فضل الوصية وفضل الصدقة في الصحة وفضل الصدقة في مرض الموت. الأفضل الصدقة في الصحة، يعني حالة الصحة، الرجل يتصدق حالة صحته. ثم الأفضل أن الصدقة على المرض، وبعد ذلك يكون فضل الوصية. فإذا الوصية سنة مؤكدة، فيتأكد سنية الصدقة في المرض أكثر مما يتأكد يعني فضل الوصية، وأعقد منه الصدقة على الصحة. فينبغي أن لا يغفل منها عنها ساعة. ينبغي يعني عنده تأكيدا أن لا يغفل عنها، يعني عن الوصية ساعة، بل وهو ينتبه إلى الوصية يوصي في كل وقت. لماذا قال ينبغي أن لا يغفل عنها ساعة؟ وهذا الوصية لا تتقيد بوقت، بل هي مطلوبة سنة مؤكدة في جميع الأوقات. هذا معنى قوله ينبغي أن لا يغفل عنها ساعة. ساعة ليست ساعة فلكية، بل هذا بمجرد الوقت، كما سرع به الخبر الصحيح. كما سرع به يعني بهذا الانبغاء، ينبغي أن لا يغفل، يعني بهذا صرح الخبر الصحيح. ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلة أو ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عند رأسه. هذا هو الحديث، فيه بيان فضل الوصية. ما حق امرئ مسلم، ليس حقه. ثم بعد ذلك يصف المسلم، أولا وصف المرأة بالإسلام، مرأة مسلم. ثم له شيء، يعني هو يملك شيئا، صفة ثانية. ثم صفة أخرى يوصي به، يعني وهذا الشيء صالح للوصية به، وهذا الرجل يبيت ليلة أو ليلتين، يعني يبقى من حياته ليلة أو ليلتين. هذا ليلة أو ليلتان ليس بقيد، بل هذا يعني إشارة إلى ما إلى إطلاق الأوقات. يوصي به، فإذا امرأ وهو مسلم عنده شيء يصح أن يوصي فيه به. ثم وهو يبيت ليلة أو ليلة، يعني يقضي وقتا من الأوقات في هذه الدنيا. ليس حقه إلا ووصيته مكتوبة. إذا كيف يبيت ووصيته مكتوبة عند رأسه، يعني وهو يكتب وصيته ويحفظه عند رأسه، وهذا هو حقه، ليس حقه غيره بالنسبة إلى الوصية. فإذا هذا التعبير في الحديث ما حق امرئ يدل على تأكد سنيته. هذا كلمة حق يستعمل في الوجوب كثيرا، لأجل ذلك تأكدت سنية الوصية بهذا التعبير. نعم. أما إلا ووصيته مكتوبة عند رأسي، هذه الكتابة ليست بشرط، إما يكتب أو يشهد شاهدين أو يوصي إلى موسى إلى الوصي. نعم، هكذا يعني يسلك هذا طرق الوصية. لذلك قال أي ما الحزم بالمعروف شرعا إلا ذلك. ما حق امرئ مسلم، هكذا ذكر في الحديث، شرحه المصنف بقوله ما الحزم. الحزم يعني الرأي السديد الصواب، الرأي الصواب يعني الحق بمعنى الرأي الصواب.
أو الحق بمعنى المعروف شرعا، هذا هو أمر معروف شرعا مطلوب شرعا، معروف يعني بمعنى المطلوب ثم شرعا. إلا ذلك إلا وصيته مكتوبة، يعني حقه كتابة وصيته وحفظها عند رأسه عند النوم. إلا ذلك، لأن الإنسان لا يدري متى يفجأه الموت. لماذا صار هذا حزما أو معروفا شرعا؟ لأن الإنسان لا يدري متى يفجأه الموت، لذلك كل وقت يحفظ معه أو نعم وصيته. نعم. ثم وتكره الزيادة على الثلث إن لم يقصد حرمان ورثته وإلا حرمت. الزيادة يعني عندما يوصي بأي قدر يوصي، يعني يوصي بثلث تركته فقط، ثم سيأتي يعني إتمام الثلث ليس فيه يعني خلاف، ليس بكراهة، بل الفضل يعني أن ينقص منه قليلا. لماذا؟ بعضهم قال استقصاء الثلث خلاف اللون، يعني باعتبارا بهذا القول قال علماؤنا يعني أن ينقص منه الشيء، هذا هو الأقل. نعم. الزيادة على الثلث مكروه إن لم يقصد حرمان ورثته، يعني لو قصد حرمان ورثته بهذه الزيادة يكون حراما، الزيادة يعني الوصية زائدة حرام. ومع ذلك الوصية صحيحة، ثم تنفيذ هذا الزائد أو تنفيذ الوصية في حق هذا الزائد على الثلث إلى الورثة لو أملوا ونفذوا، إذن ينفذ. ثم تصح وصية مكلف حر لجهة حل. إذن بين هنا يعني شروط الموصي، تصح وصية مكلف حر. فإذن ينبغي أن يكون الموصي حرا مكلفا، فلا يصح وصية غيرهما. ثم مختار أيضا عند الوصية، فإذن لو كان مكرها على الوصية لا تصح وصيته. عند الوصية كلمة قوله عند الوصية راجع إلى الثلاثة، مكلف عند الوصية، مكلف عند حر عند الوصية، مختار عند الوصية، يعني ليس عند الموت. مثلا عند الوصية كان صبيا ثم بعد بلوغه مات، هل تصح وصيته؟ لا تصح وصيته. لماذا؟ لأنه كان غير مكلف عند الوصية. نعم. فلا تصح من صبي ومجنون ورقيق، يعني عند الوصية ولو مكاتبا، الرقيق ولو كان مكاتبا لا تصح وصيته، لكن بدون إذن السيد، هذا الذي يقول بعده لم يأذن له السيد، يعني لو أذن للمكاتب السيد للوصية تصح وصيته. ثم هناك خلاف في صحة وصية المميز، بعضهم قال تصح وصية المميز، لكن هذا ليس بصحيح. ثم هنا الإسلام ليس بشرط، مكلف حر مختار هكذا ذكر، لم يذكر الإسلام، لذلك وصية الكافر أيضا صحيحة كما سيأتي بعض أمثلته. ثم فلا تصح من صبي ومجنون ورقيق ولو مكاتبا لم يذن له السيد، ولا من مكره، والسكران كالمكلف. ماذا حكم السكران؟ السكران المتعدي بسكره،
مثل المكلف يعني تصيح وصيته هذا مؤاخذة عليه. السكران في حكم المكلف في المعاملات له وعليه هكذا. فإذا هنا معاملات عليه الوصية. ثم وفي قول تصح من صبي مميز. نعم هذا الذي قلته. وفي قول تصح من صبي مميز. لماذا؟ دليله لأنها لا تزيل الملك حالا. يعني الوصية لا تزيل الملك حالا بل متى تزيل الملك؟ إما بالموت أو بالقبول من الموصى له كما سيأتي. فإذا الوصية ليس تصرفا يعني ماليا مطلقا بل هذا تصرف مقيد فقط، لذلك يصيح منه هكذا قيل، لكن هذا مرجوع. ثم وصية مكلف حر لجهة حل، هذا شرط الموصى له، ينبغي أن تكون الوصية لجهة حلال. إذن لو كانت الوصية لأمر حرام أو مكروه فلا يصح. فإذا جهة حل يعني الحل بمعنى المباح. لماذا؟ الوصية لجهة كراهة أو لأمر مكروه لا يصح كما سيأتي. نعم. كإمارة مسجد، هذا مثال لجهة حل، إمارة مسجد ومصالحه، مصالح المسجد. كذلك رباط المدرسة هكذا، إنشاء المدرسة أو الترميم، إنشاء المسجد ترميم المسجد هكذا. ثم هنا ذكر في التحفة ولو من كافر، يعني رجل كافر مثلا رجل ذمي عندما احتضر ووصى ببعض ماله يعني بما يقل عن ثلث تركته لإنشاء مسجد أو لإمارة مسجد أو لإنشاء مدرسة أو إمارتها فوصيته صحيحة. نعم ذكر هنا اتفى ولو من كافر. نعم لكن الأولى ألا يؤخذ منهم المال لإمارة المسجد والمدارس والأربطة هكذا. لماذا؟ في إليه إشارة في قوله تعالى إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. فهذا هو يعني الكفار وهم لا يحترزون عن الحرام. نعم. ثم وتحمل عليهما عند الإطلاق، يعني لو وصى رجل، لو أوصى رجل ببعض ماله لمسجد، إذن يحمل على إمارة المسجد ومصالحه، تحمل عليهما عند الإطلاق. إطلاق يعني ينبغي في الوصية بيان الجهة، فهذا الإطلاق يعني إطلاق في الجهة ليس إطلاق في الوصية. لذلك قال بعده مثالا بأن قال أوصيت به للمسجد. فإذن هو عين أن وصيته للمسجد ثم لم يبين هل هو لبناء مسجد أو عمارة مسجد أو مصالح مسجد، هكذا لم يبين. عندئذ تحمل عليهما يعني على الإمارة والمصالح. نعم بأن قال أوصيت به للمسجد. ثم ولو غير ضرورة، يعني ممكن هذه المصالح غير ضرورية، ولو غير ضرورية عملا بالعرف، هذا الحمل يعمل به نظرا للعرف، في العرف يراد بالمسجد عمارته مصالحه. المصالح لو لم تكن ضرورية أيضا يعمل عليهما عند الإطلاق. نعم
ثم من يصرفه هكذا لو وصى لو أوصى رجل بمال ماله للمسجد من يصرفه بمصالح المسجد وإمارته الوصي بنفسه لا يجوز للوصي بنفسه هذا الذي يبين هنا من له يبين به من له حق النظارة في الأموال في أموال الوصية هذا الذي يقول ويصرفه الناظر للأهم والأصلح باجتهاده ويصرفه يعني يصرف هذا المال مال الوصية أين يصرفه في إمارة المسجد ومصالحه من يصرف الناظر فإذن الوصي لا يصرف بنفسه بل هو يعطي هذا المال للناظر هذه الجهة إما ناظر المسجد أو ناظر المدرسة أو ناظر الرباط أو هكذا أو ناظر دار الأيتام أو يعني مدرسة هكذا يعطي ثم الناظر ينظر ما هو الأهم والأصلح من هذه المصالح يصرف به باجتهاد ثم وهي للكعبة وللضريح النبوي تصرف لمصالحهما الخاصة بهما كترميم ما وها من الكعبة دون بقية الحرم ثم لو أوصى رجل ببعض ماله للكعبة أو للضريح النبوي للروضة الشريفة هكذا أوصى ففيما تصرف لمصالحهما مصالح الكعبة ومصالح الضريح النبوي الخاصة بهما ما هي المصالح كترميم ما وها من الكعبة ما وها معناه ما سقط يعني إصلاح الكعبة تزيين الكعبة كذلك هذا إصلاح الضريح هكذا ثم من الكعبة أي ومن الضريح النبوي هكذا ذكر في الترشيح حاشية هذا الكتاب دون بقية الحرم لكن بعضهم قال هذا يصرف في جميع مصالح الحرم ليس كذلك الراجح هذا يصرف في مصالح الكعبة والضريح النبوي فقط وقيل في الأولى ثم قول آخر في الأولى يعني عندما تكون الوصية للكعبة يصرف أين لمساكين مكة يعني جميعا عامة من الحرم أولا يعني هذا الكعبة ثم المسجد الحرام أوسع منه ثم الحرم ثم المكة أوسع منه ثم الحرم يعني أوسع منه ذكر في التحفة هنا لمساكين مكة وللحرم يدخل فيها مصالحهما فإذا هكذا قال بعض العلماء لو أوصى للكعبة يصرف هذا المال أين في مصالح في مساكين مكة وكذلك في مساكين الحرم الحرم أوسع من مكة لكن هذا ليس براجع مصنف هنا أيضا بين مسألة الوصية للضريح النبوي في باب الوقف بين لو وقف للقبر الفلاني وكذلك بين هذه المسألة في باب النذر فهذه الأمور يعني النذر للقبر الفلاني أو الوقف للقبر الفلاني أو يعني وصية للقبر الفلاني أو للضريح الفلاني كان شائعا عند العلماء في زمنه كان شائعا عند المسلمين لذلك ويهتم بهذا وليس هذا بمنكر لو كان منكرا في الشرع كيف يبين هذه المسألة كما يقول بعض مبتدئة الأسر هم ينكرون
وهذه الأمور ينكرون هذه الأمور. نعم هذا النذر للقبور، الوقوع للقبور، الوصية للقبور، ينكروا بعض أهل البدع المعاصرين، لكن ليس كذلك. هذا كان ثابتا عند المسلمين، شائعا عند المسلمين، بين علماء الأمة جميع تفاصيلها في أبوابها. نعم. ثم قال شيخنا رحمه الله: يظهر أخذا مما قالوه في النذر للقبر المعروف بجرجان صحة الوصية كالوقف لضريح الشيخ الفلاني. نعم. ذكر في هذه العبارة المسائل الثلاثة، يعني النذر للقبر، الوصية للقبر، الوقف للقبر، كلها صحيح. أخذ مما قالوا الأئمة، قالوا فيما في النذر، النذر لمن؟ لما؟ للقبر المعروف بجرجان. العلماء بينوا مسألة النذر، حكم النذر، الناس ينذرون، يقومون بالنذر للقبر المعروف بمكان، بمدينة جرجان. فإذا الجرجانيون ومن بخارج هذه المدينة ينذرون، يقدمون النذر لهذا القبر. فالعلماء بينوا صحته وكذلك مصارفه، كل بين. فإذا من هذا يؤخذ، ماذا يؤخذ؟ صحة الوصية للقبر الفلاني، وكذلك كالوقف، صحة الوصية وصحة الوقف لمن؟ لما؟ لضريح الشيخ الفلاني. أي شيخ كان؟ شيخ الجيلاني أو شيخ رفاعي أو شيخ أجميري أو أيا كان، أو شيخ هناك عندكم اسمه زورنا شيخا، يعني أذن حاج، شيخ أذن حاج رحمه الله. ثم وتصرف في مصالح قبره، هكذا لو نذر أو لو أوصى أو لو وقف، ما هي مصارف هذا المال المنذور أو الموصى به أو الموقوف؟ تصرف هذه كلها في مصالح قبره، يعني قبر الشيخ الفلاني، والبناء الجائز. فإذا هناك يحتاج إلى إسراج، يسرج يعني يضيء السراج، وكذلك يحتاج إلى بناء، يبنى القبر، يبنى البناء الجائز عليه، يعني على القبر. إذن بناء القبة، أما بناء نفس القبر فيه خلاف، بناء نفس القبر، هل يبنى نفس القبر فيه خلاف؟ أما لذلك هم يقولون أكثر البناء عليه، هذا يدل على أن البناء بناء قبة. نعم. ثم البناء الجائز، يعني لو كان موقوفا المقبرة، لو كان موقوفا أو مسبلا، هل يجوز فيها البناء بناء قبر الشيخ الفلاني؟ الراجح أنه لا يجوز، لذلك قال البناء الجائز. ثم ومن يجد، ومن يخدمون هنا كذلك، يعني تصرف في مصالح قبره، ومن يخدمونه أو يقرؤون عليه، يعني فيهم تصرف، أدعتهن لقوله مصالح. فإذا تصرف في من يخدمونه، يعني يخدم القبر الفلاني، من يعني يكنسونه، ينظفونه، هكذا يربون، أو يقرؤون عليه، يعني القراءة، يقرؤون القرآن على القبر، هكذا تصرف فيه. أما إذا قال للشيخ الفلاني، يعني في الوصية ما قال لضريح الشيخ الفلاني، لقبر الشيخ الفلاني، هكذا ما قال، بل قال للشيخ الفلاني ولم ينوي ضريحه، لو قال الشيخ الفلاني ثم نوى بهذا القول أنه لقبره، فإذا وهو كما قال أولا،
لكن هنا لم ينوي ضريحه ونحوه، نحوه يعني نحو الضريح، مثلا نحو البناء أو نحو صرفه في هؤلاء الذين يقرؤون عليه أو يخدمونه، لم ينوي شيئا من هذا فهي باطلة. يعني ظاهر قوله بدون هذه النية أنه ملك للشيخ الفلاني، فهذا التمليك هو باطل ولغو، لذلك قال هي باطلة. ولو أوصى لمسجد سيبنى لم تصح، هذا شرط آخر، يعني ينبغي أن تكون الوصية لموجود، يعني ينبغي أن يكون الموصى له موجودا، فإذا لو كان معدوما لا يصح. يعني هذه المسألة يذكرها هنا. نعم، لذلك لو أوصى لمسجد سيبنى، معناه غير موجود إن الآن لم تصح، وإن بني قبل موته إلا تبع، فإذا لو بني هذا المسجد قبل موته أيضا لا يصح، يعني عند الوصية ينبغي أن يكون الموصى له موجودا، وهذا غير موجود. نعم، إلا تبعا، فإذا يصح الوصية لمسجد سيبنى تبعا يصح. يعني كيف يكون تبعا؟ مثلا هذا لمسجد ثم لمسجد هكذا، يعني كما ذكرنا في الوقف لأولاد فلان ثم لأولادهم، فإذا هذا أولادهم الثاني، يعني الثاني غير موجود، لكن هنا كذلك هنا المسجد الثاني غير موجود، بل المسجد الأول موجود، فإذا يصح تبعا. نعم، وقيل تبطل فيما لو قال أردت تمليكه. وهذا قيل، هذا يعني القول المرجوح في مسألة الإطلاق، يعني إطلاق الوصية لمسجد، يعني ذكرنا مثالا أوصيت به للمسجد، ذكرنا أن هذا الإطلاق يحمل على عمارة المسجد ومصالحه. يعني هناك قول آخر تبطل فيما لو قال أردت تمليكه، يعني تمليك المسجد، فإذا معنى قوله تحمل عليهما عند الإطلاق بأن قال أوصيت به للمسجد، ولو أراد تمليكه أو لو قال أنه أراد تمليك المسجد، هكذا يعني إرادة ونية منه، هذا يدعي أنه نوى وأراد، هناك أيضا تحمل وصيته على عمارة المسجد ومصالحه، لكن قيل عندما يقول أنه أراد تمليك المسجد فباطلة، وإلا ويحمل إطلاقه على عمارة المسجد ومصالحه. نعم، هكذا، فإذا هذا قوله وقيل تبطل فيما لو أراد لو قال أردت تمليكه، وهذا بقية ما سبق أولا بالمسألة. نعم، ثم بعده مثال آخر، وكعمارة نحو قبة على قبر نحو عالم في غير مسبلة. فإذا أولا ذكر مثال لجهة حل، عمارة مسجد، كعمارة مسجد وكعمارة نحو قبة على عتهن عليه، فإذا هذا بيان لمثال، بيان لمثال لجهة الحل، كعمارة نحو قبة. على نحو على قبر نحو عالم أو عابد أو شيخ، يعني على الصالحين كلهم في غير مسبلة، لكن هذا عمارة القبة، هنا لو كانت القبة في غير مقبرة مسبلة، لو كانت في مقبرة مسبلة
فلا يجوز عمارتها، لذلك قيدها. ووقع في زيادات العباد، زيادات اسم كتابي، ماذا وقع فيه؟ ولو أوصى بأن يدفن في بيته بطلت الوصية. نعم، لو أوصى رجل بأن يدفن في بيته هل تصح وصيته؟ لا، بطلت الوصية، يعني هذا ليس جهة حله. لماذا ليست جهة حل؟ على الدفن في البيت مكروه، لكن هذا ليس براجح. كتب هناك الشرواني نقلا عن علي الشبرام اللسي، يعني ذكر هذه المسألة في التحفة. إذن كتب هناك: ولعله بناه على أن الدفن في البيت مكروه. لو كان مكروها فهذه ليست جهة حل. نعم، وليس كذلك، هذا عبارة تحفنا. لذلك قال مصنفنا: ووقع في زيادات العباد، تعبيره بوقع إشارة إلى ضعفه، هذا بناء على مرجوح قال: لا تصح الوصية بل تبطل. الدفن في البيت مكروه، هكذا رأيه، وليس كذلك، يعني ليس بمكروه عندها، فتصح الوصية، هكذا كتب الشرواني نقلا عن النبي صلى الله عليه وسلم. وخرج بجهة حل، جهة المعصية، جهة المعصية، ومثل المعصية الكراهة، معصية يعني حرام، الكراهة أيضا فيه. كإمارة كنيسة وإسراج فيها وكتابة نحو توراة أو علم محرم، كل هذا جهة معصية. إذن في كتابة نحو توراة ولو كان غير مبدل لا تصح الوصية لكتابة نحو توراة، نحو توراة يعني إنجيل زبور، هذا لو لم يكن غير مبين أيضا، غير مبدل أيضا لا يصح. لماذا؟ لأن فيه تعظيما لهم، هكذا ذكر علي شبرام لسنا، يعني يكون فيه تعظيم لأهل الكتاب، هذا ليس بسديد. ثم وتصح لحمله، فإذا لو كان شرط الموصى له أن يكون موجودا حال الوصية، وقت الوصية، هل يصح الوصية للحمل؟ نعم، وتصح لحمل، هذا حمل حرا كان أو رقيقا أيا كان، هذا حمل لو كان حملا من زنا هل يصح؟ نعم، لا ينظر إلى سبب الحمل. ذكر هناك حرا كان او رقيقا من زوج او شبهة او زنا، هكذا ذكر في النهاية. فإذا لا ينظر الى سبب الحمل، هل هو حمل من وطي شبهة او زنا او وطي من زوج ايا كان، ثم موجود حال الوصية، هذا هو الشرط، ينبغي أن يكون الحمل موجودا حال الوصية يقينا فتصيحه. إذن كيف يوجد الحمل يقينا؟ هذا الذي يبين بعده. فتصيح لحمل انفصل، انفصل يعني ولد هذا الحمل وبه حياة مستقرة، كيف ولد وبه حياة مستقرة يقينا، هنا إذن اليقين شرط، لدون ستة أشهر من الوصية، يعني رجل أوصى ببعض ماله لهذا الحمل اليوم، ثم قبل مضي ستة أشهر من اليوم ولد هذا الحمل، فتأكد كيف ولد به حياة مستقرة يقينا، فتيقن أن هذا الحمل كان موجودا
عند الوصية. لماذا؟ أقل مدة الحمل 6 أشهر، يعني هذا ليس سقطا، الحمل ليس سقطا، لا علقة ولا مضغة، بل هذا ولد تام الخلقة وبه حياة مستقرة. لو كان هكذا انفصل الحمل يتيقن أنه كان موجودا عند الوصية. فإذا لو كانت المرأة التي انفصل منها هذا الحمل ذات فراش أو غير ذات فراش، أيا كان هذا حمل متاكي، ممكن هذه هي المرأة مطلقة أو توفي عنها زوجها أمسي أو لا أمسي هكذا، ثم اليوم أوصى، أو يعني الوصية اليوم بعد ذلك يعني يوم أو أسبوع أو شهر صارت ذات يعني غير فراش، ثم بعد ذلك قبل مضي 6 أشهر من الوصية انفصل حملها، فإذا تأكد أنه كان موجودا. ثم صورة ثانية، هذا الذي يقول بعده، أو لـ4 سنين فأقل، ولم تكن المرأة فراشا لزوج أو سيد فأمكن كون الحمل منه. أو لـ4 سنين، يعني قبل مضي 4 سنين مما من الوصية، 4 سنين فأقل، فـ4 سنين فأقل معناه أقل ما لم تبلغ يعني دون 6 أشهر، حينما ذكر فأقل، وهذا الأقل شامل لما دون 6 أشهر، لكن ما دون 6 أشهر بين حكمه المصنف أولا، لذلك لا يدخل يعني 6 أشهر وأقل منه في هذا الأقل. نعم، فإذا المراد بهذا ما بين 6 أشهر و4 سنين يعني انفصل هذا الحمل، لكن هنا شرطان، ما هما؟ ولم تكن المرأة فراشا لزوج أو سيد، ثم فأمكن كون الحمل منه، ثم ولم تكن المرأة فراشا لزوج أو سيد، أو كان يعني صاحبة ذات فراش لكن لم يمكن كون الحمل منه، فإذا هذا شرط للفراش، فإذا أي فراش؟ يعني فراش يمكن الحمل منه، هذا الفراش ما كان موجودا عند المرأة، فإذا لو كان فراش موجودا عند المرأة أي فراش؟ فراش لا يمكن الحمل منه، فهذا ليس بمانع. كيف هذا إمكان الحمل منه وعدم الإمكان؟ مثلا هذا فراش رجل زوج وهو كان ممسوحا، يعني ممسوح الذكر والأنثيين، فإذا لا يمكن الحمل منه، فهذا الفراش لا يعتبر به، كأنه لم يكن فراشا. ثم ما معنى الفراش؟ فراش يعني هذا ليس الوطو حقيقة، بل مظنة الوطي فقط، مظنة الوطي لزوج وزوج، لأن ظاهر وجوده عندها لندرة وطي الشبهة، وفي تقدير زنا إساءة ظن بها. فإذا هذا 4 سنين هو أكثر مدة الحمل، نعم هذا هو أكثر مدة الحمل. فإذا هذا 4 سنين مما يقدر، هذا 6 أشهر تقدر من الوصية، 4 سنين مما تقدر من أي أمر يعني تبتدي هذه المدة، وهذه المدة مبتدعة أو يعتبر ابتداؤها من كونها غير يعني نعم ذات فراش، إما بتطليقها أو وفاة زوجها، هكذا من ذلك الوقت تعتبر يعني 4 سنين ليس من الوصية. حوالي 4 سنين
فاقل ولم تكن المرأة فراشا لزوج هكذا يعني 24 وهذا أكثر مدة الحمل عند الإمام الشافعي رضي الله عنه لأن الله وجوده عندها عند الوصية لماذا وهذا لماذا لا يفرض هناك وطو شبهة يعني لو لم تكن المرأة ذات فراش فيمكن الحمل من وطي شبهة أو يمكن الحمل من زنا هذه المرأة زنت وحملت وهذان لا يفرضان لماذا هذا وطو شبهة نادر النادر كالمعدو ثم هذا الزنا إساءة ظن بامرأة مؤمنة تؤمن بالله واليوم الآخر لذلك لا يساء الظن بها لذلك لا يفرض فإذا الظاهر أن هذا الحمل من ذلك الفراش وهو موجود فإذا يعني لدون ستة أشهر من الوصية أو لأربع سنين فأقل ولم تكن المرأة فراشا لزوج أو سيد وأمكن كون الحمل منه نعم وهذا أربع سنين أكثر مدة الحمل مما من يعني تعتبر من طلاقها أو يعني من وفاة زوجها لكن هنا وهذه يعني هذا الاعتبار يتحد مع اعتبار هذه المدة من وقت الوصية نعم كلاهما متحدان هنا نعم فإذا من الوصية لو انفصل هذا الحمل قبل مضي أربع سنين كأن هذا الحمل موجود عند الوصية يقينا لذلك يصير ثم وفي تقدير الزنا إساءة ظن بها نعم لو لم تكن فراشا قط لم تصح الوصية قطعا يعني وهذه مرأة ما كانت فراشا أصلا يعني والذي سبق مثال يعني هي كانت فراشا أولا لزوج أو سيد ثم بعد ذلك كانت ذات غير فراش وهناك ذكرنا هذا المثال يعني تقدير انفصال الحمل بأربع سنين أو أقل فإذا امرأة غير متزوجة أصلا حرة غير متزوجة أو أمة غير متزوجة غير كانت يعني غير فراش لسيدها أيضا بالنسبة إلى هذا الحمل هل تصح؟ لا تصح الوصية قطعا لماذا؟ لانحسار الأمر حينئذ في وقت الشبهة أو الزنا هكذا ذكر في التحفة يعني عندئذ ماذا يكون؟ لو كانت يعني هي ما كانت متزوجة أصلا وكذلك ما كانت فراشا لسيدنا فإذن إما ينبغي أن يكون هذا الحمل من شبهة أو زنا فإذن أنا أولا قرأت الحمل لا يشترط فيه النكاح لو كان الحمل من شبهة أو زنا أيضا لكن وهنا لا يكون اليقين لذلك لا يكون اليقين لانحسار الأمر حينئذ في وقت الشبهة أو الزنا وكلاهما يحتمل الحدوث فيضاف إلى أقرب زمان يمكن لأن الأصل عدمه فيما قبله قاله السبكي رحمه الله إذن هذه يتصور يعني في المثال الثاني أما لو كان في المثال الأول هناك يصح يعني هذا امرأة هي ولدت
من الوصية لأقل من 6 أشهر، وهذه المرأة ما كانت فراشا لأصل، فهذا الحمل يعني موجود يقينا عند الوصية. إذا هذا يرجع إلى المثال الثاني فقط. نعم، لو لم تكن فراشا قط وانفصل الولد ل4 سنين فأقل ما لم يبلغ دون 6 أشهر هكذا يقول. نعم، لا لحمل سيحدث، هذا تكن على قوله لحمل وتصح لحمل ولا تصح لحمل سيحدث، فإن حدث قبل موت الموصي، لأنها تمليك وتمليك المعدوم ممتنع، فأشبهت الوقف على من سيولد له. نعم، هذا ليس بصحيح. نعم، إن جعل المعدوم تبعا للموجود كأن أوصى لأولاد زيد الموجودين ومن سيحدث له من الأولاد صحت لهم تبعا، كما ذكرنا في الوقف. نعم، هذا تبعا يصيح للمعدوم. ثم ولا لغير معين، ثم ينبغي أن يكون الموصى له معينا، لو لم يكن معين بل مبهم لا يصح، هذا الذي يقول ولا لغير معين، فلا تصح لأحد هذين، لا تصح الوصية لأحد هذين أو لأحد ولدي فلان هكذا لا يصح. هذا إذا كان بلفظ الوصية، نذكر يعني الوصية ليست بصحيحة، الوصية متى تكون وصية؟ لو كان بلفظ الوصية، ما لو كان بلفظ غير الوصية، بغير لفظ الوصية فصحيح، هذا الذي يقول. فإن كان بلفظ أعطوا هذا لأحدهما، هكذا هذا الرجل أمر لأحد منهم، أعطي هذا لأحدهما صح، لماذا؟ لأنه وصية بالتمليك من الموصي إليه، وصية بالتمليك من الموصي إلى من؟ إليه، ذكر في التحفة لأنه تفويض لغيره هكذا. فإذا هذا وصية بالتمليك يعني تفويض وتوكيل بالتمليك من الموصي إليه، من الموصي، الموصي يوصي ويفوض إليه، فهذا يكون ناجزا أيضا، هو يعطي هذا يتم الملك لا ينتظر موته، هذا تصرف قبل الموت، نعم تمليك قبل الموت. ثم مسألة أخرى، يعني هل تصح الوصية لوارث؟ هذا الذي يبين. نعم، وتصح لوارث، وارث من؟ وارث للموصي. نعم، لكن هذا شرط، بشرط مع إجازة ورثته. فإذا هذا الوارث الأول يعني واحد من ورثته المتعددين، مع إجازة ورثته يعني مع إجازة بقية ورثته غير الموصى له. نعم، هكذا لو أجازوا تصح وإلا لا تصح. فإذا متى هذا الإجازة والإملاء من بقية الورثة؟ هذا الذي يقول بعد موت الموصي، ليس في حياة الموصي، بل بعد موت الموصي ينظر هل يملي بقية الورثة هذه الوصية لوارثه، لأحد ورثته أو لاثنين أو ثلاثة من ورثته، لو كانوا يمضون ويجيزون يصح بعد موت الموصي. يعني وإن كانت الوصية ببعض الثلث، هذا لا يقيد يعني بالثلث، بالزائد بالثلث يجب الإملاء كما سيأتي، وهنا النظر بخصوص الوارث. لذلك لو كان الوصية بالثلث أو بأقل من الثلث أو بأكثر من الثلث يجب إملاء سائر الورثة وإلا لا يصح. نعم، ثم
ولا اثر لاجازتهم في حياه الموسي. فمعترض قوله بعد موت الموسي. الاجازه متى؟ بعد موت الموسي. فاذا لو كانت الاجازه في حياه الموسي لا اثر لاجازتهم، اذ لا حق لهم حينئذ يكون لهم حق، الحق في هذه المال، مال التركه متى يكون؟ يكون بعد موت الموصي، بعد موت المورث، لا قبله، لذلك لا يستثنى. والحيلة بأخذه من غير توقف على إجازة. نعم، يكون هناك حيلة. ممكن هذا رجل يريد أن يوصي ببعض ماله لأحد ورثته، ممكن لزيادة الشفقة عليه بسبب اندفاعه به كثيرا، أو لسبب فضل فيه، ممكن هو عالم أو يعني تقي ورع هكذا بعض ورثته، فإذا هو يريد، أو هو فقير شديد الحاجة أو معذور يعني مريض أو هكذا، فإذا هذا المورث يريد أن يزيده ببعض، أن يعطي ببعض أمواله. فإذا هذا الطريق يعني الوصية، طريق الوصية ليست بسليمة. لماذا؟ ممكن سائر الورثة لا يمضون بعد موته، وهذا الرجل لا يستطيع أن يفعل شيئا بعد الموت، فإذا هناك طريق. هذا الذي يقول والحيلة في أخذه من غير توقف على الإجازة أن يوصي لفلان بألف. فلان هو أجنبي ليس من الورثة، أن يوصي له بألف، أي وهو ثلثه. هذا ألف إما ثلثه فأقل أو أقل من الثلث، أو يوصي لأجنبي بثلث ماله أو أقل من ثلث ماله، ذاك شرطه. يعني لو زاد على ثلث يأتي المحذور، يعود المحذور، ما هو؟ هذا إجازة الورثة، لذلك ينبغي أن يكون هذا بأقل من ثلث. ثم بشرط هو يوصي، ما هو شرطه؟ إن تبرع لولده بخمسمائة أو بألفين كما هو ظاهر. فإذا ما هو الشرط؟ شرط الوصية لهذا الفلان الأجنبي أن يتبرع هو لمن؟ لولده، ولد أو أحد ورثته، أيا كان، ولد أو ولد ولد، أيا كان، يتبرع لولده. بكم يتبرع؟ بخمسمائة أو بألفين. إذا ما المراد بخمسمائة أو ألفين؟ يعني سواء كان هذا أكثر، يعني هذا المال الذي يتبرع به أكثر من مال الوصية أو أقل من مال الوصية أو يساويه. ذكر هنا 500 أو 2000، لو قال يعني بألف أيضا صحيح، ليس هناك فرق، يعني هكذا يمكن. فإذا هو يتبرع لبلده بألف، هو يأخذ ألف بطريق الوصية. نعم. ثم فإذا قبل وأدى للابن ما شرط عليه أخذ الوصية. هكذا. فإذا قبل، من قبل؟ هذا الفلان، وأدى للابن يعني أعطى للابن ما شرط عليه ألفا أو خمسمائة أو ألفين، أيا كان، أخذ الوصية. هنا في هذا المثال الوصية ألف، فإذا يأخذ الألف. ولم يشارك بقية الورثة الذين فيما حصل له. وهذا الابن يأخذ من هذا الرجل المتبرع ألفا، هل يشارك فيه أحد من الورثة؟ لا يشاركه. لماذا؟ ولم يحصل من مورثه شيئا، بل هذا الذي حصل من هذا الرجل الأجنبي، لذلك لا يشاركنا. ومن الوصية له إبراؤه، ومن الوصية له يعني وصية للوارث إبراؤه وهبته والوقف عليه. فإذا كل هذا يشترط يتوقف على إجازة سائر الورثة. نعم. نعم، لو وقف عليه ما يخرج من الثلث على قدر نصيبهم نفذ من غير إجازة فليس لهم نقله. ثم
لو وقف رجل عليهم يعني على الورثة ما يخرج من الثلث يعني هو أقل من الثلث كيف أوصى على قدر نصيبهم يعني لو وقف هذا وقف على قدر نصيبه نفذ من غير إجازة فإذا ممكن هناك ثلث أو ربع أو ثمن هكذا وهذا المقدار وقف على صاحبه فإذن على حاجة إلى إجازة الآخرين فليس لهم نقله يعني نقل الوقف لماذا؟ سواء نقله أو لم ينقله فهذا النصيب هو يحصل نعم والوصية لكل وارث بقدر حصته كنص وثلث لغو لو أوصى لكل وارث بقدر حصته قدر حصته يعني هذا صاحب يكون من بينهم صاحب نصف أو صاحب ثلث هكذا يوصي وهذا لغو لماذا؟ لأنه يستحقه بغير وصية بدون وصية هو يستحقه ثم ما الفائدة به؟ فإذا هذا لغو نعم ولا يؤثم بذلك هل يكون إثما فيه؟ لا يكون فيه إثما هذا كان في الأول يعني الوصية قبل الفاء يعني قبل يعني تشريع مسائل الفرائض يعني هذا مسائل الفرائض يعني مشروع متأخرا أولا كان هذا تقسيم التركة بوصية المورث وهو يوصي حسب مشيئته ممكن هو يوصي لوالده نصف ماله أو لأمه ربع ماله أو لابنه جميع ماله وهكذا كان أولا حسب الوصية ثم جاء بعد ذلك التشريع بالفروض هذا نصف ثلث للبنت يعني ثلثان يعني لمتعدد من البنات وكذلك للزوجة إما ثلث أو ربع للزوج إما نصف أو ربع كل هذا جاء ثانيا أولا كانت هكذا وصية إذن هذه هي الوصية نعم لو كان موافقا لما يعني ثبت في الفروض أيضا لغو إذا لو كان مخالفا له أيضا يعني باطلة نعم ثم وبعين هي قدر حصته هذا عتهن على قوله بقدر حصته أولا قال الوصية لكل وارث بقدر حصته ثم سورة أخرى الوصية بعين يعني معين إما دار أو عبد أو سيارة هكذا أشياء يعين الوصية بعين هي قدر حصته بالنظر إلى القيمة وقدر حصته مثلا كان ترك ابنين رجل عندما توفي له ابنان ليس له وارث آخر ابنين فقط نعم وقنا ودارا هكذا ترك من ماله قنا ودارا قيمتهما كم سواء يعني ممكن هذا مليون روبية لداره وقنه أيضا مليون روبية دينار درهم أو روبية هكذا سواء سواء قيمتهما سواء فخص كلا بواحد صحيحة خص كلا يعني كلا من الابنين بواحد يعني بواحد من القن والدار هكذا صحيحة لكن بشرط إن أجاز فإذا لو لم يجز يعني أحدهما لا يصح هذا لماذا؟ يختلف الغرض نعم غرض الكن مختلف عن غرض الدار لذلك لا يصح ولو أوصى للفقراء بشيء لم يجز للوصي أن يؤتي منه شيئا على ورثة الميت ولو فقراء رجل أوصى للفقراء بشيء من ماله هل يجوز أن يؤتى شيء منه
لفقراء ورثته لا يجوز له كما نص عليه في اللمين. نعم هذا مسألة يعني تختلف مع مسألة مع حكم الوقف. رجل لو وقف على الفقراء ثم لو كان الواقف فقيرا هو يأخذ منه، لماذا؟ هناك الملك لله تعالى، المال الموقوف ينفك عن حقوق الآدميين، وهنا لم ينفك عن حقوق الآدميين، هكذا فرق النوع. بينوا الفرق ثم يبين يعني صيغة الوصية. وإنما تصح الوصية بأعطوه كذا، وإن لم يقل من مالي، أعطوه كذا فقط. ثم بعده أو وهبته كذا، مثال ثاني للصيغة وهبته كذا. ثم آخر صيغة أخرى أو جعلته له، فإذا أعطوه كذا وهبته كذا جعلته له. ثم مثال آخر أو هو له أو هو له، هذا مثال الرابع أو هو له. نعم ثم في هذه الأمثلة الأربعة يجب قوله بعد موته، ذكرنا في التعريف مضافا إليه بعد موته، فإذا يجب إضافته إلى ما بعد الموت، لذلك قال بعد موته. وبعد ذلك قال في الشرائف الأربعة يعني في هذه الأمثلة الأربعة يجب بعد موتي، فإذا أعطوه كذا بعد موتي، أو قال وهبته كذا بعد موتي، أو جعلته له بعد موتي، أو هو له بعد موتي. نعم وذلك لأن إضافة كل منها للموت صيرتها بمعنى الوصية، يعني هذا إعطاء أو هبة أو جعل أو هو له ليس في هذه الصيغة صيغة الوصية. ثم كيف تصح الوصية بهذه الصيغة؟ هذا الذي قال يعني عندما أضيفت أو إضافة كل منهما لما بعد الموت، بعد موتي بعد موتي، وهذا هو معنى الوصية. فإذا توجد في هذه الأمثلة أو في هذه الصيغة معنى الوصية، لذلك صحت الوصية بهذه الصيغة. ثم يقول وبي أوصيت له بكذا وإن لم يقل بعد موتي لوضعها شرعا لذلك. نعم لو استعمل صيغة الوصية لا حاجة إلى إضافتها إلى ما بعد الموت صريحا، بل هناك هذا مقدر كما بينت سابقا. نعم فلو اقتصر على نحو وهبته له فقط فهو هبة ناجزة، أو على نحو ادفعوا له من مالي كذا، أو أعط فلانا من مالي كذا، فتوكيل هذه وكالة النوع يرتفع بنحو الموت، هذا أمر ينعكس هنا. لماذا؟ هذا بموت الموكل يرتفع الوكالة، لا يجوز بعده عمل الوكيل بخلاف الوصية. الوصية يعني ينفذ الوصية بعد الموت، هنا ينعكس الأمر. نعم وليست كناية وصية، يعني هذا الإعطاء وكذلك الهبة، وهذا كل لا يعتبر كناية وصية. نعم أو على جعلته له، يعني أو اقتصر هنا لقوله على نحو وهبته له، فيكون المعنى لو اقتصر على جعلته له يحتمل الوصية والهبة، على الجعل يحتمل الوصية والهبة. فإن علمت نيته لأحدهما يعني فكذلك وإلا بطلا، لو لم تعلم نيته فهي باطلة. أو على ثلث مالي للفقراء، ثلث مالي للفقراء يعني اقتصر، لو اقتصر على قوله ثلث مالي للفقراء لم يكن إقرارا ولا وصية، وقيل وصية للفقراء هكذا رأي. ثم قال شيخنا ويظهر أنه كناية وصية، يعني ثلث مالي للفقراء هو
كناية وصية. فإذا ما معنى قوله قبله وقيل وصية للفقراء؟ يعني وصية صريحة لا حاجة إلى النية. إذا بناء على الذي بحث عن شيخنا أنه كناية وصية يحتاج إلى النية، هذا هو الفرق بين بحثه وبين القيل سابقنا. أو على هو له، يعني لو اقتصر على هو له فإقرار، فإن زاد من مالي فكناية وصية. نعم. فإذا هذا بيان محترز قوله بعد موتي. بعد موتي، فإذا لو لم يكن بعد موتي بل اقتصر على غيره يختلف الأحكام. وصرح جم متأخر بصحة قوله لمدينه، رجل يقول لمدينه، ماذا يقول؟ إن مت فأعط فلانا الدين الذي عليك، أو ففرقه على الفقراء. نعم هكذا، يعني رجل قال لمدينه إن مت فأعط فلانا الدين الذي عليك، أو يعني قال إن مت ففرقه على الفقراء، وهذا وصية يصح هذا. هكذا ذكر جم متأخر. نعم. ثم ولا يقبل قوله بذلك بل لا بد من بينة به، يعني لو جاء هكذا مدين بعد موت دائنه وقال لورثته، ماذا قال؟ ودع أن دائنه يعني هذا المورث قال لي كذا وكذا، هل يقبل قوله؟ لا يقبل قوله ولو بيمينه، بل يجب عليه البينة. نعم. وإلا وهو يعطي دينه، هذا الدين يعطي لورثة الميت. نعم. ثم والتناقض بالكناية، الوصية مناقضة بالكناية، كقوله عينت هذا له أو ميزته له، كذلك بعض صيغة الكناية سبقتنا، كذلك هذه أمثلة أخرى، عينت هذا له أو ميزته له أو عبدي هذا له. والكتابة كناية، الكتابة في العقود كناية، كناية معناه سواء كان المكتوب، يعني الصيغة المكتوبة صريحة أو كناية. فإذا عند كتابة الكناية يحتاج إلى نيتين، يحتاج إلى نيتين، يعني نية هذا أن الكتابة لإنشاء العقد، وكذلك هذه صيغة يراد بها هذه هذا العقد. والكتابة كناية. فإذا لو كتابة، لو كتب كناية الوصية أو صريح الوصية، كلاهما كناية. الكتابة كناية بأي شيء؟ في إنشاء الوصية. نعم. فإذا عند الكتابة يريد وينوي أنه ينشئ بهذه الكتابة الوصية. نعم. ثم لو كتب كناية الوصية ينوي بهذه الكناية ماذا؟ إنشاء العقد أيضا. نعم. هكذا يحتاج إلى نيتين. نعم. فتنقد بها مع النية، تنقد بها يعني بالكتابة. ولو من ناطق إن اعترف نطقا هو أو وارثه بنية الوصية بها. فإذا تنقد، لكن هذا للنقاد، متى؟ إن اعترف نطقا، من يعترف؟ هذا الناطق يعترف نطقا، إما هو يعترف أو وارثه يعترف بأي شيء؟ بنية الوصية بها، يعني بالكتابة. فإذا رجل كتب هذا الوصية، ثم بعد ذلك لو اعترف أنه نوى بهذه الكتابة الوصية، إما هو يعترف أو وارثه يعترف، فنقدت بها الوصية. ولا يكفي هذا، ولا يكفي هذا خطي،
أو ما فيه وصيتي. هذا القول لا يكفي، بل يجب أن اعترافه بنية الوصية بالكتابة، بإنشاء الوصية بالكتابة، هذا واجب، لا يكفي مجرد قوله هذا خطي، هذا اعتراف بالخط فقط ليس اعترافا بالوصية، أو ما فيه وصيتي، هذا أيضا لا يكفي. لماذا؟ لأن هذا اعتراف بكتابة الوصية لا بالوصية، هكذا ذكر يعني علي الشبرا واللسنا. ثم وتصح بالألفاظ المذكورة من الموصي مع قبول. نعم، فهذا عقد يجب الإيجاب والقبول، لكن لا يشترط يعني الاتصال بين الإيجاب والقبول، الإجابة يعني في حياة الموصي ثم القبول بعد موته، لا يشترط بينهما الاتصال. يعني هناك سبقت بعض العقود هناك يشترط فيها الإجابة فقط لا يشترط القبول، إذن هذه الوصية ليست من ذلك القبيل. نعم، لذلك قال وتصح بالألفاظ المذكورة من الموصي مع قبول الموصى له، هذا هو معين. متى يجب القبول؟ لو كان الموصى له معين، لو لم يكن معينا فلا يشترط. نعم، لو لم يكن معينا فلا يشترط كما سيأتي. معين محصور متى يجب؟ ثم شرط آخر إن تأهل، لو كان يعني أهلا للقبول، إذن لو لم يكن أهلا للقبول هذا الذي يقول بعده وإلا، يعني وإن لم يكن أهلا فنحو وليه يقبل. نعم، إذن إما يقبل الموصى له أو وليه أو سيده أو ناظر المدرسة أو ناظر المسجد، يعني لو كانت الوصية للمسجد فمن يقبل؟ ناظر المسجد يقبل، يعني لا بد من القبول من هنا كما ذكر في التحفان. بعد موت موسى متى يقبل؟ بعد موت موسى ولو بالتراخي. هذا لا يشترط الفور بعد موته في القبول. لماذا؟ الفور يشترط في عقد ناجز يتصل قبوله بإيجابه. ثم فلا يصح القبول كالرد قبل موت الموصي، لو رد الموصى له الوصية قبل موت الموصي هذا لا يؤثر، كذلك قبوله أيضا لا يؤثر، لأن للموصي أن يرجع فيها، هذا الوصية يجوز الرجوع فيها، لذلك فلمن رد قبل الموت القبول بعده. ممكن هذا الموصى له رد أولا، هل يجوز له القبول بعده يعني بعد الموت؟ نعم يجوز له، لماذا؟ هذا الرد له، لذلك يجوز له القبول. ثم ولا يصح الرد بعد القبول، ممكن هذا رجل بعد موت الموصي قبله، ثم هل يجوز له رده؟ لا يجوز له رده، ولا يصح الرد بعد القبول، بعد القبول بعد الموت نعم ليس قبل الموت. ثم ومن صريح الرد رددتها، فإذن الرد والقبول بعد الموت ليس قبل الموت. ثم ومن صريح الرد رددتها، رددت الوصية أو لا أقبلها، لا أقبل الوصية. ثم ومن كنايته، يعني كناية الرد لا حاجة لي بها، لا حاجة لي بهذه الوصية، وأنا غني عنها، هذان من الكناية. ولا يشترط في القبول في غير معين، يعني الموصى له لو كان غير معين كالفقراء أو العلماء وهكذا، فإذا لا يشترط القبول. لماذا؟ هذا يتعذر منه، القبول من جميع الفقراء هذا متعذر، بل تلزم بالموت، فإذا
الوصية لازمة بما بالقبول لو كان الموصى له معينا محصورا. فإذا لو لم يكن معينا محصورا فبموت الموصي صارت لازمة له. ويجوز الاقتصار على ثلاثة منهم، يعني لو كانت الوصية للفقراء هل يجب استيعاب الفقراء؟ لا، بل على الاقتصار على ثلاثة منهم. ولا يجب التسوية بينهم أيضا، نعم التفاوت جائز بين الثلاثة، نعم. وإذا قيل، إذا قبل، نعم، وإذا قبل الموصى له بعد الموت بان به الملك من الموت، ثم هذا مسألة أخرى، متى منذ متى يثبت الملك للموصى له؟ هل يثبت الملك له من وقت قبوله أو من وقت موت الموصي؟ هذا من وقت موت الموصي يثبت له الملك، هذا الذي يقول. وإذا قيل وإذا قبل الموصي له بعد الموت بان به، بان يعني ظهر به، في أي شيء؟ بالقبول، الملك له للموصى له. في أي شيء الملك؟ في الموصى به، في المال الذي أوصى به. من أي وقت؟ من الموت. فإذا لو لم يقبل بل رد بان أنه ملك للوارث للورثة، نعم، الموصى له إما يقبل أو إما يرد. لو قبل بان ملكه ملك الموصى له من موت الموصي في هذا المال. لو رد فبان ملك الوارث مما من حين موت المورث الموصي، هكذا. فيحكم بترتب احكام الملك حينئذ، حينئذ يعني حين موته، من وجوب نفقة وفطرة والفوز بالفوائد الحاصلة وغير ذلك، كل ذلك للموصى له. مثلا هذا كان عبدا أو يعني كانت يعني بهيمة، فإذا هذه النفقة لازمة في ماله، يعني في مال الموصى له. أو يعني هناك تخلل يوم الفطرة، عيد الفطر، فإذا وجب عليه يعني هذا الفطرة، نعم، هكذا. لا تصح الوصية في زائد لا ثلث، هذا مسألة، هذا وصية في زائد لا ثلث، هذه ليست بصحيحة. في وصية وقعت في مرل مخوف إن رده وارث، هذا زائد على الثلث متى لا يصح؟ لو كان في مرض، نعم. لا تصح الوصية في زائد على ثلث، في وصية وقعت في مرض، أي مرض؟ مخوف، مخوف يعني يخاف الموت في هذا المرض، بسبب هذا المرض، هذا الذي يقول مخوف، لتولد الموت عن جنسه كثيرا. كيف صار الموت مخوفا؟ يعني يترتب على هذا المرض أو يتسبب هذا المرض للموت كثيرا، هذا يعتبر الجنس، باعتبار جنس هذا المرض يموت بسببه كثير من الناس، لذلك صار هذا المرض مخوفا. ثم هكذا رجل نصيب بهذا المرض، حالة هذا المرض أوصى بما يزيد على سلسل، وهذه ليست بصحيحة. متى؟ إن رده وارث، إن رده وارث يعني وارث خاص من ورثته، أيا كان، يعني هناك ورثة كثيرون ورد منهم واحد فقط، هذا رد واحد يبطل هذه الوصية، لكن هذا وارث خاص. فإن كان يعني وارث عام مثلا، فهذا الميت ليس له أحد من الورثة خاصين، بل ماله للمسلمين، ماله يعني لبيت المال. لو لم يكن أحد من ذوي الأقرباء وذوي الأرحام فماله إلى بيت المال، يصرف في مصالح المسلمين،
وهناك الوارث عاما. فإذا لو كان الوارث عاما هل يحتاج الوصية صحيحة أو باطلة؟ هذه باطلة من أوله لا حاجة إلى رده. لذلك قال خاص. لو كان الوارث عاما فوصيته باطلة من أولها. ثم هذا وارث خاص مطلق التصرف، لو رده فلا تصح لأنه حقه، لأنه يعني لأن الزائد على ثلث حقه حق الوارث. فإن كان غير مطلق التصرف مثلا هذا صبي هكذا، فإن توقعت أهليته عن قرب وقف عليها، توقفت أهليته من قرب. القربان قرب عرفا، مثلا هذا صبي قارب بلوغه، فإذا ينظر يوقف وقف إليها، إليها يعني إلى الأهلية ينظر. أو يعني هذا رجل مجنون يرجى شفاؤه عن قريب هكذا. وإلا بطلت، يعني لو لم يتوقع أهليته عن قرب بطلت الوصية. ولو أجاز بعض الورثة فقط صح في قدر حصته من الزائد. بعض بطل يعني رد، وبعض أجاز، فإذا في قدر حصة الراد يبطل، وفي قدر حصة المجيز تصح. هكذا يعني يتفرق الوصية. صح في قدر حصته من الزائد. فإن أجاز الوارث الأهل فإجازته تنفيذ للوصية بالزائد. فهذا هناك خلاف، يعني هذه الإجازة إجازة الوارث، التنفيذ للوصية أو الوصية باطلة في الزائد على الثلث من أولها، ثم إجازتهم يعني إجازة الوارث عطية جديدة من الورثة، هكذا خلاف. فإذا المصنف ذكر هذه ليست عطية من الورثة، بل هو عطية من الموصي، وهذا إجازتهم تنفيذ هذه الوصية فقط. فالوصية صحيحة، ثم لو ردها الورثة فبطلت الوصية، لو أجازها الورثة تنفذ. والمخوف، ثم يذكر المثال بما للمرض المخوف كإسهال متتابع. إسهال متتابع يعني أيام. والمراد بالتتابع ما لا يقدر معه على إتيان الخلاء. هذا معنى التتابع، يعني قبل وصوله وحضوره في الخلاء يخرج منه الغائط. هذا هو أي سهال متتابع أياما. فإذا مرة أو مرتين أو يوما أو يومين هذا لا يخاف منه. ثم وخروج الطعام بشدة، ووجع كذلك يخرج الطعام بشدة، يخرج يعني فوجع الطعام، وخروج الطعام يعني من الدبر، وهو يأكل الطعام ثم بعد ذلك يخرج بشدة مشقة، وكذلك يخرج مع وجع أو مع دم من عضو شريف كالكبد، هكذا يخرج الطعام دون البواسير. البواسير ليس من المرض المخوف. أو بلا استحالة، أو يعني يخرج الطعام بلا استحالة، يعني بلا حلم، هكذا يعني الطعام كذلك يخرج بدون أي تغير. أما في الأول يظهر يعني الفرق بين هذا وبين ما مضى، يعني الطعام يخرج لكن فيه يكون شيء من الاستحالة، أما هذا بدون شيء من الاستحالة. ثم وحما مطبقة، هذا أيضا من
مخوف يعني حمى شديدة مطبقة يعني شديدة. ثم وكتلق حامل تلق الحامل يعني علم الحامل للولادة. ثم وإن تكررت ولادتها ممكن هي ولدت أربعة أو خمسة أو عشرة أو يعني خمسة عشرة من الأولاد سابقا ومع ذلك يعني عندها تجربة ومع ذلك يكون هذا من المرض المخوف حالته مخوفة لعظم خطره يعني التلقي يعني خطره عليم عافته عليمة. ومن ثم كان موتها منه شهادة شهادة كان موتها موت المرأة موت المرأة منه يعني من التلقي شهادة يعني لو ماتت من التلقي تكتب من الشهداء في الآخرة. نعم وبقاء مشيمة هذا مثال آخر هذا التلقي إلى متى يعني التلقي يبدأ قبيل الولادة ثم الولادة ثم بعد ذلك خروج المشيمة. إذن إلى خروج المشيمة عادة هذا هو التلقي. أما لو كان عندها علم بعد خروج المشيمة علم أو يعني تعب هذا لا يدخل في مسمى التلقي. نعم قبله. ثم وبقاء مشيمة يعني بدون خروج الولد خرج بعد ذلك يعني المشيمة هو يعني الوعاء الذي يكون في داخله يعني هذا الولد. نعم هذا الله تعالى ذكر يعني مخلقة وغير مخلقة هكذا يكون علوق بأمرين مخلقة هو عبارة عن الولد غير مخلقة هو عبارة عن يعني وعاء الولد في داخل الرحم. نعم وهذه هي المشيمة تخرج بعد الولد عادة يعني هناك يكون وقت في العرف لخروجها لو بقيت بدون الخروج يكون هذا أيضا حالة مخوفة. والتحام قتال بين متكافئين اثنين بين متكافئين بين اثنين متكافئين او حزبين متكافئين او اما متكافئان او قريبان للتكافؤ. نعم هكذا التحام قتال اما كلاهما مسلمين او احدهما مسلم والاخر كافر ايا كان واضطراب ريح في حق راكب سفينة. نعم فإذا بالنسبة إلى يعني راكب الطائرة هذا فساد الجوي. نعم كذلك يعني هذا خروج عن الاتزان والضبط هكذا. ثم وإن أحسن السباحة ممكن هذا رجل ركب السفينة يحسن السباحة ومع ذلك يكون حالته خطيرة مخوفة. وقرب من البر ممكن هو قريب من البر هذا لا يعتبر. ثم فأما زمن الوباء والطاعون في هذا الزمان يعني والذي سبق كله يعني حالة شخص واحد 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 ممكن يكون هنا هكذا مرض مخوف عام يصيب بعضا وقرب يصاب بعض ويخاف بعض الإصابة وهكذا. فإذا في هذه الحالة من يعتبر يعني المصيب فقط أو الذي يخاف المصاب أيضا يعتبر يعني في حالة مخوفة لا تصيح وصيته إلا بالثلث هكذا. نعم هذا الذي يبين. أما زمن الوباء والطاعون ظاهر أنهما يعني مختلفان الوباء والطاعون ليس مترادفين. هذا الطاعون يعني هذا موت عام هكذا فسر الوباء يعني أخص من الطاعون. نعم إذن هذا يعطيه الأهمية على الخاص. نعم فتصرف الناس كلهم فيه محسوب من الثلثي هذا يحسب من الثلثي فقط. تصرف الناس كلهم يعني
تصرف الناس كلهم بالوصية. ماذا على الوصية؟ ما يجب إلى إجازة الورثة. تصرف الناس يعني بالوصية، أما غير هذه التصرف يعني البيع والشراء والوقف كل هذا صحيح. التبرع والصدقة والهدية كله صحيح. ثم هناك يعني قيد، ذكر قيدا، تصرف الناس كلهم فيه محسوب من الثلث، لكن قيده في الكافي بمن وقع الموت في امثاله. هكذا ذكر. فاذا من وقع الموت في امثاله يعتبر في حقه هذا الثلث، يعني صحه التصرف في الثلث. مثلا يكون هذا الطاعون والوباء في الأطفال فقط، في الصبيان فقط، فإذا هذا بالنسبة إلى الشاب أو يعني كبير السن ليس تصرفه معتبرا من الثلث. لماذا؟ هذا عدوى يتعدى في الأولاد فقط، أو يكون يعني في النساء فقط، مثلا يكون بعض الأمراض يعدو في النساء، فإذا بالنسبة إلى الرجال هذا لا يعتبر، أو يعني يعتبر في كبير السن فقط، الخوف في كبير السن فقط، فإذا بالنسبة إلى الشباب والكهول هذا ليس مرضا مخوفا. أو لو كان هذا الوباء وبالطاعون يعم جميع الناس، فجاء تصرف جميع الناس بالوصية محسوب من الثلث. نعم هكذا. وهنا ذكر مسألة أخرى في التحفة، وهل يقيد به بالتسليم اعتماده؟ يعني هكذا قيد في الكافي، هذا التقييد من صاحب الكافي نقله في التحفة، ثم بعد ذلك قال بعد التسليم هذا التقييد هل يقيد به إطلاقهم حرمة دخول بلد الطاعون والوباء والخروج منها لغير حاجة، أو يفرقوا؟ يعني الخروج من بلد الطاعون وكذلك دخول بلد الطاعون والوباء حرام بدون حاجة. فإذن هذا حكم يعني من شريعة الإسلام، هذا كوردين. وكذلك يعني الإغلاق، هذا منع الدخول والخروج، سد الحدود في أوقات الوباء والطاعون من حكم الدين، من حكم الشريعة، فهذا حرام. الخروج من هذا البلد، بلد الطاعون والوباء، وكذلك الدخول إلى بلد الطاعون والوباء، هذا حرام. هذا يتصور يعني لو كان الوباء والطاعون في بعض البلدان خاصة، أما لو عما هذا كله سواء. على كل حال هذا حرام بدون حاجة. ثم هو يبحث يعني هكذا هل يفرق أو لا يفرق، ثم قال وعدم الفرق أقرب. عدم الفرق أقرب يعني هذا أيضا يقيد. عدم الفرق يعني عدم الفرق بين مسألة الوصية في زمن الطاعون وبين مسألة حرمة الخروج والدخول من بلد وفي بلد الطاعون والبلاء، ليس بينهما فرق، يعني كلاهما مقيدان. فإذا لو شاع الموت في أمثاله فيحرم عليه الخروج من بلده والدخول في بلد الطاعون. كذلك هنا يعني مسألة الوصية أيضا. ثم وينبغي لمن ورثته أغنياء أو فقراء ألا يوصي بزايد على ثلث، والأحسن أن ينقص منه شيئا.
وينبغي لمن ورثته أغنياء أو فقراء، يعني لا ينظر إلى حالة الورثة سواء كانوا أغنياء أو فقراء. نعم، ماذا ينبغي؟ ينبغي معناه يندب ألا يوصي بزائد على ثلث. والأحسن أن ينقص منه شيئا، ويعتبر منه، يعتبر منه يعني أي الثلث أي لا. هذه الوصية تعتبر معتبرة، تعتبر معتبرة مما من الثلث. كذلك يعتبر من الثلث عتق علق بالموت في الصحة بالمرض، وتبرع نجز في مرضه كوقف وهبة. فإذن ليست الوصية فقط معتبرة من الثلث، بل هناك أمور أيضا تصرفات أخرى تعتبر من الثلث، معتبرة من الثلث. ما هي؟ هذا الذي ذكر يعتبر منه أي من الثلث أيضا عتق علق بالموت. فإذا هذا رقيق مدبر، يعني رجل علق موت عتق، علق عتق عبده أو عمته بموته. فإذا هذا لو كان من الثلث لا يعتبر، معناه لو كان من الثلث لا حاجة إلى، لا حاجة في نفوذه إلى إجازة الورثة. لو كان زيادة من الثلث فيحتاج في نفوذ هذا العتق إلى إجازة الورثة. هذا معنى قولنا. ثم هذا تعليق بالموت إما في الصحة أو المرض، علق بالموت في الصحة أو المرض. ثم وتبرع، يعتبر منه عتق وتبرع، تبرع نجز في مرضه كوقف وهبة كلها وإبراء. ثم ولو اختلف الوارث، فإذا كل هذا ناجز نافذ لو كان أقل من الثلث، لو كان أكثر من الثلث فهو نافذ بإجازة الورثة. ولو اختلف الوارث أو المتهب هل الهبة في الصحة أو المرض، صدق المتهب بيمينه. لماذا؟ لأن العين في يده، المال يكون في يده، لذلك يصدق، يعني يده دليل ظاهر. بعده ولو وهب في الصحة وأقبل في المرض، أو اعتبر من الثلث. نعم، وهو وهب. فإذا العتق سواء كان، يعني تعليق لتثيب الموت سواء كان في الصحة أو في المرض يعتبر من الثلث فقط. أما تبرع الناجز في المرض، أما في غير المرض يعني وقف هبة يعني إبراء أيا كان لا يعتبر من الثلث، بل لو تبرع بجميع ماله في صحته وهو نافذ لا حاجة إلى إجازة أهل. وهنا الهبة في الصحة والقبض والإقبال في المرض يعتبر من الثلث، أما المنجز في صحته ويحسب من رأس المال كحجة الإسلام وعتق المستولدة. حجة الإسلام تعتبر من رأس المال، لا تعتبر من ثلث المال، بل هي معتبرة من رأس المال. كذلك هذا أيضا عتق المستولدة أيضا معتبرة من رأس المال. ثم فإذا هذا فرق بين المدبرة والمستولدة، هما مشتركتان في كثير من المسائل، لكن هنا في هذه المسألة فرق. ولو ادعى الوارث موته في مرض تبرع والمتبرع عليه شفاءه وموته من مرض النار، هكذا يختلف. كلاهما اتفق ان الرجل يعني مات في مرض، هما متفقان ان الرجل مات في مرض، لكن في اي مرض مات؟ المات في مرض تبرعه او في مرض اخر بعد شفائه منه. هذا
ولبث الوارث موته في مرل تبرعه. فإذا هذا تبرع معتبر من الثلث فقط. والمتبرع عليه هو ادعى. المتبرع عليه ادعى شفاعه وموته في مرل آخر. أو هجاعة ثم صورة ثانية. وهذا يدعي أنه شفي ثم مات بدون مرض. فإن كان مخوفا صدق الوارث وإلا، يعني لو كان المرض مخوفا صدق الوارث وإلا فالآخر، الآخر يعني المتبرع عليه يصدق. ثم فإذا في الصورة الثانية فالمرض يعني المرض الذي مات فيه يدعي في نعم يدعي، من يدعي؟ هذا الوارث يدعي مرضا مخوفا، فهذا يكون في صورتين. ثم ولو اختلف في وقوع التصرف في الصحة أو المرض صدق المتبرع عليه، لأن الأصل دوام الصحة. دوام الصحة يعني دوام صحة الرجل، هذا صحة يحتم في مقابلة المرض. نعم. فإن قام بينتين قدمت بينة المرض. ثم قرر لو أوصى لجيراني، رجل أوصى لجيراني، فإذا من هو المعتبر في الجيران؟ من هو الجار؟ هذا الذي يبين. لو أوصى لجيرانه فلأربعين دارا من كل جانب. فإذن هذا الجيران يعتبر أربعون أربعون دارا من كل جانب، من كل جانب هكذا ذكر. عادة يكون أربعة جوانب، غالبا يكون ستة، 160. نعم يكون يعني جيران 160 دارا. نعم هذا عادة. فإذا لو لم يكن إلا ثلاث جهات، مثلا جهة واحد نهر أو هناك يعني فضاء واسع، فإذا يكون هناك 120 دارا فقط وهكذا. أو يعني ممكن يكون للبيت زمان جهات، يعني البيت يكون مصمم، فإذا هناك من كل جانب جانب 40 40، يعني هناك يعتبر جهة البيت جانب البيت. كيف يبنى؟ على أربعة جوانب أو على ستة جوانب أو على ثمانية جوانب؟ لو كان البيت مبنيا على ثمانية جوانب يعتبر هناك من كل جانب أربعون أربعون. نعم. فيقسم حصته، حصة كل دار على عدد سكانها. فإذا لو كان هذا المال يستوفي هكذا لجميع الديار، يعني لمئة وستين، فإذا يعطى كل، وإلا يعطى الأقرب الأقرب هكذا. فإذا يعطى يقسم أولا، يعني يقسم يعني التسوية سواء على عدد الدار، ثم بعد ذلك يختلف عدد سكان كل دار. هذا الذي قال يقسم حصة كل دار على عدد سكانها. نعم. فإذا يكون في بيت ساكنان فقط، في بيت آخر يكون عشرة من السكان، فإذا هذا حصة دار يقسم في دار على اثنين، في دار آخر على خمسة، في دار آخر على عشرة هكذا. نعم. يعني لا ينظر أولا عدد السكان، بل أولا ينظر عدد الدار فقط. ثم أول الفقراء، يعني لو أوصى للعلماء، أو للعلماء، يعني رجل أوصى للعلماء هكذا مطلقا، هذا للعلماء هكذا لو ذكر وأوصى به
فلمحدث ان يعرف حال الراوي قوة وضدها والمروي صحة وضدها. ينبغي ان يكون المحدث يعرف حال الراوي، يعرف الراوي وحاله قوة وضدها، يعني وضعفا وولعا، هكذا ضد القوة، يعني هناك انواع كذلك. والمروي صحة وضدها، صحة حسن حسن او ضعف او هكذا، يعني مختلف. ثم فإذا لا يعتبر بمجرد الحفظ والسماع، هكذا ذكر في التحفة. هذا معنى قولي محدد يعرف حال الراوي قوة وضدها والمروي صحة وضدها، ثم ذكر علل ذلك، ذكر في التحفة. فإذا ينبغي أن يعرف علة كل شيء، علة صحتي، علة الضعف الحسني، علة قوة الراوي وضدي، يعني ضعف الراوي وضع الراوي، ينبغي أن يعلم كلها. ثم قال ولا عبرة بمجرد الحفظ والسماع. فإذا هذا يطلق في زماننا على هذا الرجل محدث محدث، لكن هذا عليه لا يعتبر محددا في باب الوصية. إما يؤتى لهذا المحدث ومفسر، بالنسبة إلى المفسر ماذا يعلم؟ يعرف معنى كل آية وما أريد بها، معنى كل آية ومراد الآية، ليس معناها فقط، وفقيه. وكذلك ما أريد بها، ماذا أريد بها من الأحكام، ما هو الحكم في كل آية، وهكذا ينبغي أن يعلم. ثم وفقيه، الفقيه ماذا يعلم؟ يعرف الأحكام الشرعية نسا واستنباطا، يعني هذا هو المجتهد. أما هنا ليس هذا مرادا، بل هنا فيه شيء من التخصيص الترخيص، لذلك قال والمراد هنا يعني في باب الوصية الفقيه من حصل شيئا من الفقه بحيث يتأخل به لفهم باقيه. نعم هذا يكفي. وإن لم يكن مجتهدا هكذا ذكر، خلافا لما يوهمه بعض العبارات عملا بالعرف، وليس منهم نحوي وصرفي ولغوي ومتكلم. يعني هنا يعتبر في العلم العلم الشرعي، هذه وصية للعلماء، يعني العلم أقسام، علم شرعي وقسم هو آلات للعلم الشرعي، ثم قسم ثالث وليس علما شرعيا ولا آلة له، هكذا ثلاثة أقسام. وهو يعتبر العلم الشرعي، وهذا ثلاثة، يعني التفسير والحديث والفقه فقط. ما المراد بالعلم الشرعي؟ يعني ما يتوقف على الشرع أو على إرسال رسول أو على بعثة نبي، هكذا عبارات مختلفة عند العلماء، مفاد كلها واحد. نعم. فإذا سائر هذه العلوم، يعني النحو والصرف واللغة، أي مسائل علم الكلام، لا تتوقف على إرسال نبي، بل يمكن تحصيلها من غير الشرع أيضا. ليس مراده أنه لا يؤخذ شيء من الشرع، بل لا يتوقف على الشرع، بل هناك طرق أخرى. أما التفسير والحديث في الفقه والفقه ليس لها طريق آخر إلا الشرع، لذلك صار علما شرعيا، وهنا يعتبر هذا، لذلك لا يعتبر لنحوي صرفي لغوي متكلم هؤلاء غير فقيه ولا مفسر ولا محدث. نعم. ويكفي ثلاثة من أصحاب العلوم الثلاثة. فإذا لو أوسع هكذا للعلماء يعتبر من كل يعني فرقة فرقة،
ثلاثة ثلاثة نعم أو بعدها من أصحاب العلوم الثلاثة أو بعدها، يعني لو لم يكن محدث فإذا أعمدت من المفسر والفقيه ثلاثة ثلاثة هكذا. ولو أوصى لأعلم الناس، رجل أوصى لأعلم الناس، من يعتى يختص بالفقهاء وهو يعني الفقه أو الفقيه صار أعلم الناس، لماذا؟ لتعلق الفقه بأكثر العلوم هكذا ذكر في التحفة. فإذا الفقيه ينبغي أن يعلم الحديث والتفسير، ثم هذه الآلات كلها النحو والصرف واللغة كذلك علم الكلام، وهو يعلم يعني نصيبا نصيبا من كل هذا العلم، يكون للفقه تعلق بكل هذا العلم، لذلك صار أعلم الناس. نعم. أو للقراء، يعني لو أوصى للقراء لم يعط إلا من يحفظ كل القرآن عن ظهر قلب. نعم. ينبغي أن يحفظ كل القرآن عن ظهر قلب، يعني حفظا متقنا هكذا. ثم أو لأجهل الناس، رجل أوصى بماله لأجهل الناس، من يعطى هذا؟ هذا صرف لعباد الوثن هكذا، لعبدة الأوثان، هم أجهل الناس. فإن قال من المسلمين، أجهل الناس من المسلمين هكذا، لو قيل من يعطى فمن يسب الصحابة، يعطى من يسب الصحابة رضي الله عنه. نعم. فإذا هناك إشكال، يعني سبق أن بينا الوصية لجهة المعصية ليس بصحيحة. أولا ذكرنا يعني هذا وصية صحيحة لجهة حل، وهنا الوصية لمن لعبدة الأوثان، لمن يسب الصحابة، كل هذا معصية، أي معصية عظيمة. فإذا والذي سبق يعني ذكر جهة المعصية، وهنا لم يذكر جهة المعصية، بل هو قال لأجهل الناس هكذا فرق. هنا واستشكلت صحة الوصية بأنها معصية وهي في الجهة مبطلة، في جهة المعصية مبطلة، ويجاب بأن الضار ذكر المعصية لا ما قد يشار بها أو يقارنها كما هنا. فإذا لو صرح بجهة المعصية، يعني أنا أوصي بثلث مالي لعبدة الأوثان أو لمن يسب الصحابة رضي الله عنه والعياذ بالله، فإذا لو قال هكذا فهي باطلة، لكن هو ذكر هنا لأجهل الناس. فإذا في الشرع هذا عبدة الأوثان أجهل الناس، كذلك من المسلمين من يسب الصحابة وهم يعني المبتدئة، كما علمنا بتجربتنا ما من مبتدئ إلا وسب صحابيا، هذا هو يعني فلسفتهم، هذا فلسفة البدعة أن يسب صحابيا، هذا هو. فإذا هؤلاء المبتدئة أجهل الناس، وكذلك عبدة الأوثان أجهل الناس، ما هم اكتسبوا من العلم، الله هذا النظر الشرعي هكذا. نعم. إذا ممكن هذا عابد الوثن وهو اكتسب من العلوم صار علم الناس عند الناس، كذلك المبتدئ اكتسبوا من العلم، ممكن هم اكتسبوا من العلم من العلوم الشرعية أيضا، هذا بعض عبدة الأوثان وكذلك بعض المستشرقين عندهم علوم كثيرة، وهم يستغلون بعلم التفسير والحديث والفقه هكذا، يعني يقضون حياتهم ويضحون حياتهم بنفسهم ونفيسهم في اكتساب العلوم،
لكن هذا لأجل الإطرال على الدين، وهذا رجل يكون باهرا بالعلم مع ذلك هو جهل. هذا نظر الشرعي. بعض المبتدئة جهلا هكذا يكون عندهم علوم كثيرة، مع ذلك لا عبرة بعلمهم في الشرع، بل هو جهل الناس. ثم ويدخل في وصية الفقراء المساكين. رجل وصى ببعض ماله للفقراء، فإذا التفريق بين الفقراء والمساكين في باب الزكاة، أما في باب الوصية أحدهما يشمل الآخر وعكسه، يعني يدخل في وصية المساكين الفقراء أيضا. يدخل في وصية الفقراء المساكين وعكسه. ثم ويدخل في أقارب زيد كل قريب. لو هكذا أوصى لأقارب زيد يدخل فيه كل قريب، يعني قريب 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 بعيد، هكذا الأقرباء قسمان، قريب قريب وقريب بعيد، كلاهما داخل. لا أصل وإن بعيد، أما الأصل لا يدخل. الأصل يعني الأب والأم والجد والجدة لا يدخلون في الأقارب وفرع، لا أصل وفرع، الأولاد لا يدخلون في الأقرباء، ولا تدخل في أقارب نفسه ورثته. لو أوصى لأقارب نفسه هل يدخل ورثته؟ لا يدخل ورثته. نعم. ثم بعده يعني مسألة بطلان الوصية. نعم. وتبطل الوصية. وتبطل الوصية المعلقة بالموت ومثلها ومثلها تبرع علق بالموت، سواء كان التعليق في الصحة أو المرض، فللموصي الرجوع فيها كالهبة قبل القبض بل أولى. ومن ثم لم يرجع في تبرع نجزه في مرضه وإن اعتبر من الثلث. نعم. برجوع عن الوصية بنحو نقلتها. وتبطل برجوع بنحو نقلتها، وهذا لوارثي، وببيع ورهن وعرض عليه ونحو غراس. يعني هنا يبين المصنف ما يحصل الرجوع، ما يحصل به الرجوع في الوصية. الرجوع في الوصية يعتبر إبطالا للوصية. يجوز الرجوع في الوصية كما أشرنا فيما مضى. فإذا بأي شيء يحصل الرجوع في الوصية أو تبطل الوصية. وتبطل الوصية المعلقة بالموت، الوصية معلقة بالموت. نعم. تبطل هذا برجوع. ثم ومثلها، ومثل هذه الوصية تبرع، أي تبرع كان علق بالموت، تبرع معلق بالموت. وإذن سواء كان التعليق في الصحة أو المرض أيا كان، فإذن كل هذا من أنواع أفراد الوصية. الوصية هي معلقة بالموت، يعني شأنها هكذا، أو تبرع بشيء معلق بالموت، فهذا من أفراد الوصية كما علم مما سبق. يعني حينما ذكرنا صيغ الوصية ذكرنا هذا، يعني صيغ الكنايات، فهذه الصيغ يكون هناك
إضافة الوصية إلى ما بعد الموت. فإذا هذا تبرع ليس تبرعا غير الوصية، بل هو أيضا من أفراد الوصية. نعم. ثم كل هذا تبث له. فللموصي الرجوع فيها كالهبة قبل القبض. فللموصي الرجوع، فهذا الفاء سببية ليست تفريعية. لماذا؟ لماذا تبطل الوصية؟ لأن الموصي يجوز له الرجوع في الوصية، لذلك ما لو رجع بطلت الوصية. نظيره الهبة قبل القبض يجوز له الرجوع، بعد القبض يكون لازما، لكن هذا في غير يعني في غير الفروع كما سبق. ثم بل أولى، يعني هذا الرجوع في الوصية أولى من الرجوع في الهبة قبل القبض. لماذا؟ هذا الوصية ليس فيها تنجيز، الوصية ليس فيها تنجيز، أما الهبة هي منجزة. مع ذلك يعني عقد الهبة منجز، عقد الوصية ليس منجز. فإذا لو كان يجوز الرجوع في هذا العقد المنجز ففي غير المنجز أولى، هكذا ذكرنا هذا الذي قال وهو أولى. نعم. ثم ومن ثم لم يرجع في تبرع نجزه، يعني من ثم معناه هذا يجوز الرجوع في الوصية كما يجوز الرجوع في تبرع علق بالموت فقط. فإذا في غيرهما لا يجوز الرجوع، هذا الذي قاله من ثم، يعني لجواز الرجوع في الوصية فقط، لا لم يرجع، يعني لا يجوز الرجوع في تبرع نجزه. متى نجز؟ في مرضه، فهذا يعتبر من الثلث. وإن اعتبر من الثلث، يعني الحال أن هذا التبرع يعتبر من الثلث، ومع ذلك لا يجوز الرجوع فيه. نعم. هذا أيضا لو لم يكن لفرعه كما سبق، لو كان هذا التبرع لفرعه يجوز. نعم. ثم برجوع عن الوصية، هنا أن يحصل الرجوع في الوصية بقول أو فعل. أولا يذكر يعني أمثلة الأقوال، برجوع عن الوصية بنحو نقلتها كذلك هذا لوارثي، ثم يبين ما يحصل الرجوع به، ما يحصل الرجوع به من الأفعال من بيع ورهن وكذلك غرس فيه وكذلك بناء فيه. برجوع عن الوصية بنحو نقلتها كأبطلتها، أبطلتها أو رددتها أو أزلتها، كل هذا صيغ الرجوع في الوصية. واللوجه صحة تعليق الرجوع فيها، يعني يصح التعليق في الوصية، كذلك هل يصح يعني يجوز التعليق في الوصية، كذلك هل يجوز التعليق في الرجوع؟ نعم، يجوز التعليق في الرجوع أيضا، هذا الذي قال أن اللوجه صحة تعليق الرجوع فيها على شرط، يعلق الرجوع على شرط، على شرط متعلقة بالتعليق لجواز التعليق فيها، يعني أصالة يجوز التعليق في الوصية فالتعليق في الرجوع أولى، فأولى في الرجوع عنها. نعم. فإذا هو يقول يعني نقلتها إن وقع كذا أو إن جاء فلان أو إن
استهل شهر كذا وهو يعلق هكذا ثم وبنحو هذا لوارثي ثم صريحا هكذا يقول نقلتها بطلتها بطلت الوصية رددت الوصية وازلت الوصية هكذا ثم يقول هكذا هذا لوارثي أو يقول أو ميراث عني يعني هذا ميراث عني لو ذكر هكذا فهو أيضا إبطال للوصية ورجوع فيها نعم. هناك يكفي يرث عني أو ميراث عني لا حاجة إلى قوله بعد موتي يعني في الوصية يجب قوله بعد موتي وهنا لا يجب نعم. سواء نسي الوصية أم ذكرها ممكن عند هذا القول يعني عند ذكر قول هذا لوارثي أو هذا ميراث النني هذا لوارثي أو هذا ميراث النني عندئذ ممكن ذكر هذا القول ناسيا الوصية أو ذاكرا الوصية أيا كان هذا رجوع في الوصية وإبطال لها أما هذا التقدير لا يأتي فيما قبله يعني نقلت الوصية وبطلت الوصية ورددت الوصية وزلت الوصية هناك هو يذكر المفعول يعني الوصية لذلك هناك هو ذاكر للوصية أما هنا ممكن هو يذكر يعني هذا لوارثي وهذا ميراث النني ناسيا للوصية أيضا لو ذكرها ناسيا للوصية أيضا فهو إبطال للوصية ورجوع فيها نعم ثم ممكن هو ذكر ناسيا للوصية ثم ذكر الوصية إذا هل يبطل الرد؟ حينما ذكر هذا القول هذا لوارثي وهذا ميراث أنني كان ناسيا للوصية بعد هذا القول هو ذكر الوصية هناك نعم سيد عمر البصري كتب في حاشية التحفة حال الحكم كذلك وإن علم بعد ذلك أنه لم يقله إلا ناسيا لها أن علم بعد هذا القول أنه لم يذكر هذا القول إلا ناسيا للوصية بأن يقول إنما قلت ناسيا لما صدر مني من الوصية بها أو لا محل تأمل يعني هل هناك فرق بين الذكر بعد ذكر الوصية بعد هذا القول على الثاني فهل تقوم القرينة القولية مقام القول أم لا لو لم تقم المقام القرينة القولية يحتاج إلى يمينه أو بينته هكذا يمينه يحتاج إلى بينته لا يحتاج إلى بينة هذا نية لا تطلع البينة عليها لذلك يحتاج إلى يمين هكذا ذكر سيد عمر إذا كتب هناك الشرواني يرجح الثاني كلام ابن حجر يرجح الثاني من التردد الأول والأول من الثاني فإذا الثاني من التردد الأول ما هو أو لا يعني هل الحكم كذلك أو لا فإذا ليس الحكم كذلك فإذا نسي الوصية أم ذكرها هذا يكون إبطالا متى لو لم يذكر بعده الوصية لو ذكر بعده الوصية فليس الحكم كذلك يعني هذا يبطل الرجوع فالوصية باقية هكذا ثم إذا الأول من الثاني يعني تقوم القرينة القولية مقام القول نعم إما هو يقول هكذا أنه نسي الوصية ثم ذكر هذا القول هو يذكر صريحا أو كانت هناك قرينة فالقرينة القولية تقوم مقام القول نعم ثم وسئل شيخنا عما
لو اوصى له بثلث ماله الا كتبه هكذا رجل اوصى لرجل اوصى له هذا ضمير يرجع الى موصى له مفروض نعم بثلث ماله مال الموصي لكن هو استثنى كتبه الا كتبه هذا كتاب يعني هو لمثال فقط يعني هو استثنى من ماله شيئا اما كتبه او غيره هكذا ثم بعد مدة أوصى له بثلث ماله بعد مدة هو أوصى له بثلث ماله يعني هو استوفى تمام ما يجوز له الوصية فيه وهو ثلث ماله نعم ولم يستثني يعني لم يستثني الكتاب هل يعمل بالأولى أو بالثانية وهنا هل يعمل بالوصية الأولى أو بالوصية الثانية هكذا سئل شيخنا ابن حجر رحمه الله فأجاب بأن الذي يظهر العمل بالأولى الذي يظهر العمل بالأولى يعني يجب العمل أو يعمل بالوصية الأولى يعني فيه استثناء لماذا؟ لأنها نص في إخراج الكتب وهذا نص في إخراج الكتب لذلك وهو المقدم نعم والثانية محتملة يعني لأن الثانية بقية للتي لأنها نص ولأن الثانية محتملة أنه ترك الاستثناء فيها لتصريحه في الأولى فأنه تركه إبطالا له يعني هذه الوصية الثانية تحتمل أمرين إما ترك الاستثناء اعتمادا على الاستثناء بالوصية الأولى اكتفى به أو ترك الاستثناء إبطالا للاستثناء هكذا اعتماد والنص مقدم على المحتمل فإذا لو تعارض هكذا نص ومحتمل كلام نص وكلام محتمل فالنص مقدم لأجل ذلك ما فيه الاستثناء صريحا وهو مقدم وهو الأول نعم ثم وبناحو بيع ورهن ولو بلا قبول يعني هذا بطلان الوصية بفعل رجل أوصى بشيء من ماله ثم باع هذا الشيء أو رهن هذا الشيء جعله رهنا عند آخر ولو بلا قبول يعني هذا في الرهن وكذلك في البيع في الرهن نعم قبل القبول أيضا نعم يبطل بمجرد عقد الرهن يبطل الوصية وعرل عليه وعرل عليه يعني على نحو بيع ورهن وهو جعل هذا الشيء معروضا للبيع وقال أنا أريد بيع هذا الشيء أو هو قال لدائنه أريد أن أجعل هذا رهنا على ديني هذا هو عرضه لبيع أو رهن نعم ثم وتوكيل فيه كذلك هو وكل في نحو بيع ورهن يعني هو جعل رجلا وكيلا أي لما وكيلا لبيع هذا الشيء الذي أوصى به وبكل هذا يحصل الرجوع في الوصية ثم ونحو غراس في عرل أوصى بها فإذا هذا رجل غرس شجرة شجيرة وهذا ينبت ثم النحو غراس هذا يدخل في النحو البناء يعني هو شرع في بناء في هذه الأرض نعم فهذا إلى رجوع بخلاف زرعه بها زرعه بها يعني بهذه الأرض بالزرع لا يحصل الرجوع لكن بالغرس يحصل الرجوع الفرق بينهما أن الغرس يقصد به الدوام أما الزرع ليس كذلك يعني بعد مدة يكون مدة بعد الزراعة
ثلاثة أشهر أو ستة أشهر أو أربعة أشهر أو سنة كاملة بعد ذلك يستنتج يعني يقتطف ثماره حبوبه ثم هذا يقلع. هذا هو شأن الزرع، أما الغرس ليس كذلك، يقصد به الدواء، لذلك يعتبر يعني رجوع. ولو اختص نحو الغراش ببعل الأرل، يعني هذا أرل واسع، فإذا في جانب من هذا الأرل غرسا، هل يعتبر هذا الغرس رجوعا في الوصية بجميع هذه الأرل أو بهذا الجزء فقط؟ يعني بهذا الجزء فقط. ولو اختص نحو الغراس ببعل الأرل ما يختص الرجوع بمحله. ثم هذا إنكار الموفي الوصية هل يعتبر من الرجوع؟ لا، هذا الذي يقول بعده، وليس من الرجوع إنكار الموفي الوصية إن كان لغرض، يعني رجل أوصى بشيء ثم بعد ذلك أنكر الوصية، وهذا الإنكار لا يكون من الرجوع لكن بقيد. حتى لو كان الإنكار لغرض، فإذا لو لم يكن الإنكار لغرض فهو من الرجوع، هكذا تفصيل في الإنكار. نعم. ما هو الغرض؟ مثلا هو خوف، هذا هو خوف ظالم، يخاف ظالما لأجل ذلك أنكر. نعم. ولو أوصى بشيء لزيد ثم أوصى به لعمر، فماذا يكون؟ هل يكون هذا إضرابا عن الوصية الأولى ورجوعا فيها؟ ثم يعمل بالوصية الثانية؟ ليس كذلك، بل هذا ينصف بينهما. هذا الذي يقول ولو أوصى بشيء لزيد ثم أوصى بنفس الشيء لعمري فليس رجوعا، هذا لا يكون رجوعا بالوصية الأولى لزيد، بل يكون بينهما نصفين، كلاهما صار نصفين، كلاهما نعم يقتسمان نصفا نصفا، هذا زيد وعمر يقتسمان هذا الشيء نصفا ونصفا. نعم. ولو أوصى به لثالث، هذا هكذا أوصى أولا لزيد ثم لعمر ثم لثالث ثم لرابع، ممكن هكذا وصل إلى عشرة. فإذا يعني هكذا يقتسم ويقتسم. نعم. ولو أوصى بشيء لزيد ثم أوصى به لعمر فليس رجوعا، بل يكون بينهما نصفين. ولو أوصى به لثالث كان بينهم أثلاثا، وهكذا. فهكذا يعني ثم أوصى لرابع كان بينهم أربعة، ثم أوصى لخامس كان بينهم أخماسا، هكذا. ثم قاله الشيخ زكريا رحمه الله في شرح المنهج. ثم ولو أوصى لزيد بمئة ثم بخمسين فليس له إلا خمسون، للتضمن الثانية الرجوع عن بعد الأولى. لو أوصى لزيد بمئة ثم بعد ذلك أوصى بخمسين، هل يعمل بالأول أو بالثاني؟ هذا بخمسين. نعم. لماذا هذا خمسون؟ يتضمن الرجوع عن بعد الأولى. نعم. هذا ليس نظير مسألة الاستثناء فيما سبق، يعني الاستثناء أوصى بثلث ماله إلا كتبه ثم أوصى بثلث ماله، فإذا هناك نص ومحتمل، أما هنا كلاهما نصان، أولا هذا أوصى بمئة ثم أوصى بخمسين لتضمن ثانية الرجوع عن بعد الأولى، قاله النووي رحمه الله. فإذا لو كان على العكس، أولا أوصى بخمسين ثم بمئة، فهذه الصورة يعني فيها الوصية أولا بمئة ثم الوصية بخمسين، فيعمل بوصية الخمسين.
لو كان على العكس يعني وإن أوصاله بخمسين ثم بمية عفمية لأنها المتيقنة فلو وجدنا الوصيتين ولم نعلم المتأخرة بينهما تعطى المتيقن وهو خمسون لاحتمال تأخر الوصية بها هكذا ذكر في المغني وأثنانا نقل عنهما الشروان وتنفع ميتا من وارث وغيره صدقة ودعاء هذا مسألة انتفاع الميت بأعمال الأحياء هذا جعله كخاتمة للوصية لماذا؟ الوصية من جملة هذه الأعمال تنفع ميتا صدقة ودعاء هذا ميت من هو؟ من وارث وغيره لا ميت لا ممن تنفعنا هذه من وارث وغيره هذا الحقيقة تتعلق بما بعده ليس بما قبله تنفع ميتا صدقة ودعاء من وارث وغيره هكذا فإذن كلمة من تتعلق بالصدقة والدعاء تنفع ميت صدقة ميتا صدقة من وارث وغيره من غير الوارث غير الوارث يدخل فيه نفسه أيضا يدخل فيه نفس الميت غير يعني عام فإذا هذه الوصية داخلة في نعم في هذا الحكم لماذا الوصية منه من هذا الميت قبل موته أثره بعد الموت كما ذكرنا يعني في بيان معنى الوصية هو وصل بخير الدنيا بخير الآخرة سبق أن ذكرنا من وارث وغيره صدقة عنه صدقة عمن عن الميت ومنها وقف لمصحف وغيره وبناء مسجد وحفر بئر وغرس شجر منه في حياته أو من غيره عنه بعد موته ومنها من هذه الصدقة وقف لمصحف ووقف مصحفا أو غيره وقف شيئا آخر يعني كتابا لعلم شرعي أو لآلته هكذا وبناء مسجد ما حفر بئر وغرس شجر كل هذا ممن منه يعني من الميت في حياته لذلك أنا قلت هذا غير يدخل فيه الميت نفسه أيضا فإذا ينظلم الكلام يتناسب بينهما شجر منه في حياته هو ماذا فعل وقف مصحفا أو غيره أو بنى مسجدا أو حفر بئرا أو غرس شجرا هكذا في حياته ثم هو مات فإذا ثوابه يصل إليه هو يندفع بهذه الأعمال في حياته أو من غيره وهذه الأمور ليس منه بل من غيره من وارث يعني أو أجنبي كان لكن هو عمل عنه أو من غيره عنه يعني عن هذا الميت يعني قصدا لهذا الميت يعني هو قصد وصول مثل ثوابه إلى هذا الميت هكذا لكن بعد موته هنا ذكر يعني بعد موته فإذا هل هو قيد؟ فإذا لو عمل غير الميت في حياته بهذه الأعمال هل يحصل ثواب ولا يحصل ثواب؟ يعني رجل
يقرأ قرآنا أو يعني يبني مسجدا أو يقف مصحفا أو غيره ناويا لغيره من أحد الأحياء يعني من والديه أو من شيوخه أو من أحبائه هكذا نوى فهل يحصل أو لا يحصل الثواب؟ هذا يحصل الثواب وهذا بعد موته ليس قيدا ممكن هذا الفقهاء وبعض الفقهاء يذكرون وكذلك بعض العلماء يذكرون هذا القيد ثم يبحثون عن اندفاع الميت بعد موته بعمل الأحياء ممكن هذا لأجل الخلاف في هذا الوقت الخلاف يعني في هذا الوقت أو لأجل الشبهة في هذا الوقت لذلك هم يقولون إلا هذا ليس بقيد هناك ذكر الشرواني يظهر أنه ليس بقيد قوله بعد موته ليس بقيد كما يؤخذ كما يؤيده ما يأتي عن باقشير في في دعاء الولدنا في وعلي شبرام الذي في دعاء الولدنا هذا دعاء الولد يندفع به الميت متى يدعو الولد يدعو يعني في حياة الوالدين فكذلك سيأتي يعني سنية نيتي كل رجل بصدقته والديه إذن كلما يتصدق بشيء ينوي بثوابه والديه فهذا أيضا ليس مقيدا بما بعد الموت بل في حياته أيضا ينوي وهكذا ذكر في هذا الباب المصنف أيضا فروعات تدل على أن هذا ليس بقيد ودعاء له إجماعا صدقة ودعاء تنفع الميت إجماعا يعني ليس فيها خلاف وصح في الخبر أن الله تعالى يرفع درجة العبد في الجنة باستغفار ولده له فهذا دليل لما لاندفاع الميت بالدعاء وصح في الخبر لماذا عبر هكذا ولم يعبر بقوله للخبر الصحيح لماذا؟ لأن الدعوة ليس صريحا في الحديث لذلك قال فصح في الخبر وهذا يدل عليه استنباط ليس نصا أما أن الله تعالى يرفع درجة العبد في الجنة باستغفار ولده له ثم وقوله تعالى فإذا هنا شبهة قوله تعالى وليس للإنسان إلا ما سعى وهذا يدل بظاهره على أن الميت ليس الميت فقط بل أي إنسان لا يندفع بعمل آخر سواء كان حيا أو ميتا لا يندفع بعمل آخر بل يندفع بعمل نفسه فقط هكذا بظاهره يدل فإذا لأجل ذلك والذي ينكر هذا النفع يستدل به لذلك أجاب المصنف عن هذه الشبهة وقال قوله تعالى وليس للإنسان إلا ما سعى عام مخصوص بذلك يعني هذا قول عام وهو مخصوص يعني استثني منه بعض الأمور بذلك يعني بما ذكر من الإجماع وغيره ذكر هناك حديث فكذلك ذكر إجماع فإذا ليس للإنسان إلا ما سعى إلا صدقة ودعاء هكذا فيه استثناء هذا مقتضى الإجماع هذا الاستثناء مقتضى الإجماع هذا معنى قوله مخصوص بذلك وقيل منسوخ هذا يعني جواب الناس ليس للإنسان إلا ما سعى هكذا كان في أول الإسلام يعني تشجيعا على العمل كثيرا و يعني
ترغيبا عن الاتكال على عمل الآخر لئلا يتكل أحد على عمل آخر. لذلك كان أولا هكذا، ثم عندما استقر أمر الدين أمر الشريعة صار منسوخا هكذا. ثم هناك تأويلات كثيرة، هذا في حق يعني الكفار هكذا قال. ثم تأويل آخر أنه ليس للإنسان، معناه ليس حق زرع وزرع وزرع أخرى هو عام مخصوص، كذلك هذا أيضا عام مخصوص، يعني ورد مخصصات كثيرة ليس هذا فقط. مثلا حديث من سن سنة حسنة فله من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها. في هذا الحديث إثبات اندفاع إنسان بعمل آخر. وكذلك في الوزر أيضا من سن سنة سيئة فله وزرها ووزر من عمل بها. فهذا الحديث يخصص قوله تعالى وليس للإنسان إلا ما سعى. لا هذا الوزر بالنسبة إلى الوزر يخصص قوله تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى. كذلك من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها يخصص قوله تعالى ليس للإنسان إلا ما سعى. نعم هكذا تأويلات. نعم، فهذه الشبهة موجودة منذ قديم الزمان، يعني شبهة في اندفاع الميت بأعمال الأحياء بقوله تعالى وليس للإنسان إلا ما سعى. هذا بعض مبتدئة العصر، ليس بعض، يعني مبتدئة من قديم الزمان أيضا كانوا ينكرون هذا. ثم ومعنى نفعه بالصدقة، ذكر المصنف أولا تنفع ميتا صدقة ودعاء. ما معنى هذا النفع؟ هناك يختلف صورة النفع في الصدقة وفي الدعاء، ليس بمعنى واحد، لذلك يذكر المصنف عن معناه. ومعنى نفعه بالصدقة، نفعه يعني هنا النفع بمعنى الاندفاع، اندفاع الميت بالصدقة أنه يصير كأنه تصدق. هذا الرجل الميت كأنه تصدق، يعني ثواب الصدقة له. قال الشافعي رضي الله عنه وواسع فضل الله أن يثيب المتصدق أيضا، يعني لو كان معنا اندفاع الميت بالصدقة أن يصير ويكون كأنه هو المتصدق، فإذا هل يكون للمتصدق شيء من الثواب أو لا يكون له شيء، بل يكون ثوابه تماما للميت فقط؟ ليس ذلك، بل يثاباني المتصدق، هذا هو المرجو من واسع فضل الله تعالى، يعني المتصدق يثاب على صدقته، وكذلك يثاب من نواه بصدقته من والديه أو شيوخه أو أحد من المسلمين. ثم ومن ثم قال أصحابنا، من ثم معناه من أن المتصدق يثاب أيضا. ماذا قال أصحابنا؟ يسن له، له يعني للمتصدق، نية الصدقة عن أبويه مثلا، يعني كلما يتصدق بصدقة ينوي بها أبويه
أبويه هذا مثال مثلا ذكر هناك شرواني أو أن مشايخه، فإذا ينوي أبويه ومشايخه جميعا. ذكر في فتح الجواد بل وكل المسلمين، فإذا كلما يتصدق بصدقة ينوي به ينوي بها أن إيصال ثوابها إلى جميع المسلمين عموما وإلى والديه وإلى مشايخه يعني خصوصا هكذا، هذا سنة النعم. فإنه تعالى يصيبهما، هذا علة سنيته يصيبهما، ثم ولا ينقص من ولا ينقص من أجره شيئا، الله تعالى لا ينقص من أجره شيئا بل يصيبهما جميعا، لذلك يسن. نعم. فكذلك كلما يقرأ هذا ذكر في مسألة الصدقة كذلك كل عمل سيأتي يعني يندفع الميت بكل أعمال الأحياء من الصلاة والزكاة والصوم، هذا هو الراجح. فإذا ينوي هكذا ثم بعد ذلك يدعو بإيصال الثواب، هذا أمر خير إن شاء الله. ثم ومعنى نفعه بالدعاء حصول المدعو به له إذا استجيب، واستجابته محض فضل من الله تعالى. وأما نفس الدعاء وثوابه وهو للداعي لأنه شفاعة أجرها للشافعي ومقصودها للمشفوع له. فإذا بالنسبة إلى الدعاء ليس معناه معنى الانتفاع بالصدقة بل معناه آخر، يعني حصول المدعو به له بأي شيء دعا، إما بالمغفرة أو بالرحمة أو بالعافية أو بيعني دعاء للميت، فإذا بأمانه في القبر أو في أمانه في المحشر أو بجعله من فريق الجنة أو يعني بالشفاعة أو باللقاء أو بظل العرش، هكذا بأي شيء دعا فإذا هذا يحصل له متى؟ إذا استجيب، لو أجيب دعاءه لو أجاب الله دعاءه يحصل له، واستجابته محل فضل من الله تعالى، فإذا هذا وصول ثواب الدعاء يتوقف على الاستجابة وهو محل فضل من الله تعالى. أما نفس الدعاء وثوابه فهو للداعي، يعني لا يكون الميت كأنه دعا كما ذكرنا في الصدقة، الميت كأنه هو المتصدق، لكن ليس هناك ذلك لأنه شفاعة، يعني هذا الدعاء شفاعة للميت، أجرها أجر الشفاعة للشافع ومقصودها مقصود الشفاعة للمشفوع له. نعم. دعاء الولد يحصل ثوابه نفسه للوالد الميت لأن عمل ولده لتسببه في وجوده من جملة عمله كما صرح به خبره، ينقطع عمل ابن آدم إلا من ثلاث، ثم قال أو ولد صالح يدعو له، هكذا. فإذا بالنسبة إلى اندفاع الميت بدعاء ولده فرعه ليس هذا، بل هناك ثوابان أمران يصلان إلى الميت، يكون الرجل كأنه دعا كأنه هو الداعي وكذلك يحصل له المدعو به. أما في دعاء غير الولد هكذا، هذا تخصيص من تخصيص ممن يدعو للميت بنص هذا الحديث. نعم. لأن عمل ولده لتسببه، من تسبب هذا الوالد تسبب صار سببا في وجوده في وجود الولد من جملة عمله، لذلك صار عمله من جملة عمله كما صرح به خبر، ينقطع عمل ابن آدم إلا من ثلاث، ثم قال يعني من بين الثلاث قال أو ولد صالح يدعو له. ما معنى الصالح؟
أي مسلم؟ نعم. جعل دعاءه من جملة الوالدي. صدقة جارية أو علم ينتفع به وكلاهما من هذا الميت قدرا من الميت. أما هذا الدعاء يصدر من والده ومع ذلك جعله من جملة يعني. أما القراءة هذا يعني الصدقة والدعاء ينتفع بهما الميت إجماعا ليس فيه خلاف. أما اندفاع الميت بسائر الأعمال قراءة أو كذا وكذا نعم فيه خلاف فهذا الذي يذكر فيما بعد. أما القراءة فقد قال النبوي رحمه الله في شرح مسلم المشهور من مذهب الشافعي أنه لا يصل ثوابها إلى الميت لا يصل ثوابها إلى الميت يعني هذا كما سيأتي قيد تقييده ب إن لم يقرأ عند الميت أو لم يدعو بإيصال ثوابه إلى الميت لا ينتفع. هذا الذي ذكر الإمام النووي رحمه الله. لأن بمجرد النية لو قرأ هل يصل أو لا يصل؟ لا يصل. يعني رجل يقرأ القرآن إما يختم أو يقرأ سورة قرآن بنية والده فقط لا يصل إليه. بل إما أن يقرأ عند القبر أو عند الميت أو يدعو بعد القراءة باللهم أوصل مثل ثواب هذه القراءة إلى فلان فهناك يصل كما سيأتي عن قريبنا. هذا هو. فإذا عندما ينقل العلماء مذاهب الأئمة الأربعة ينقلون هذا القول ويقول المشهور من مذهب الشافعي المشهور عند الشافعي أن القراءة لا تصل إلى الميت. نعم هذا لو كان قراءة بمجرد نية فقط. لماذا؟ هذا الإمام الشافعي رحمه الله هو نفسه صرح أنه يقرأ عند الميت أو يقرأ عند القبر لو استطاع أن يختم يعني يختم أن يختم القرآن يختم القرآن هكذا هو نفسه صرح. فإذا جمع بين هذين القولين للإمام الشافعي قيد أحدهما بالآخر. نعم. وبعض مبتدئة الأثر ينقلون هذا القول ثم ينكرون على الشافعية المسلمين وهذا إنكارهم واستدلالهم ليس بصحيح يعني هم ما فهموا. ثم وقال بعض أصحابنا يصل ثوابها ثواب القراءة للميت بمجرد قصده بها ولو بعدها يعني القصد ولو بعد القراءة. هذا هو المقابل. المشهور من مذهب الشافعي لا يصل معناه بمجرد قصده بها لا يصل. أما بعض أصحابنا صرحوا يصل بمجرد قصده بها فهذا هو محل الخلاف. فرجل قرأ قرآنا أو قرأ شيئا من ختم القرآن أو قرأ شيئا من آيات القرآن أو سوره بمجرد النية نية والده أو والدته أو شيخه أو أحدا من المسلمين هل يصل أو لا يصل؟ عند الإمام الشافعي رضي الله عنه لا يصل وعند بعض أصحابه يصل. نعم. ثم وعليه الأئمة الثلاثة. هنا يعلم هذه المقابلة يعني الأئمة الثلاثة يقولون يصل ثواب القراءة بمجرد قصده بها. ما عند الإمام الشافعي رضي الله عنه لا يصل ثواب القراءة بمجرد قصده بها بل بقراءتها عند الميت وعند القبر أو بالدعاء بعده يصل. هكذا يقيدنا. واختاره كثير من أئمتنا واختاره كثيرون من أئمتنا يعني رجحوا. ثم واعتمده السبكي وغيره رضي الله عنه غيره يعني ابن الرفاعي وغيره. فقال والذي دل عليه الخبر بالاستنباط
أن بعل القرآن إذا قصد به نفع الميت نفعه إذا قصد به نفع الميت نفعه أو إذا قصد به نفع الميت نفعه نفع الميت نفع هو مصدر نفع هو جواب يعني إذا قصد جواب شرط نفعه فعل ماضي نعم إذن ما هو الخبر الذي دل عليه الخبر بالاستنباط يعني بالقياس الخبر حديث الملدوغية نعم حديث الرقية نفر من الصحابة كانوا على سفر فإذا ملك أو يعني كبير حي لدغ فهم عجزوا عن علاجه ثم بعد ذلك طلب أهل هذا الحي الصحابة أن يعالج هذا الملدوغ كبيره فإذا فيما أذكر أبو موسى الأشعري رضي الله عنه رقى بقراءة الفاتحة ثم بعد ذلك هم أهدوا بعد رجوعهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم ذكروه هذا الأمر يعني أمر الرقية فأقرهم النبي صلى الله عليه وسلم عليه فهناك يعني اندفاع الحي بقراءة الحي هذا الرقية هكذا وهو قرأ ونفخ في الملدوغ شفية أبل تماما فلو كان الحي يندفع بقراءة الغير فالميت أيضا يندفع هذا هو وجه الاستنباط وبين ذلك يعني الإمام السبكي رحمه الله بين وجه الدلالة بالاستنباط نعم هذا الذي ذكرته هو بين ثم وحمل جمع عدم الوصول الذي قاله النووي على ما إذا قرأ لا بحضرة الميت ولم ينوي القارئ ثواب من ثواب قراءته له عندما يقرأ بحضرة الميت ينبغي أن يقرأ بنية هذا الميت هذا كما سبق في فتح المعين سبق في مولي الناخر نعم وهذه مسألة ذكره المصنف عند يعني عند في باب النذر في باب الوقف في باب الوصية هكذا ذكر مرارا نعم هذا يدل على شدة تمسكه بعادات والتقاليد أهل السنة لأجل هذه التقاليد والعادات ينكر على المسلمين أهل البدعة لكن هذا بيان الإمام المخدوم هذه المسائل وكذلك مسألة النذر للقبر صحته كذلك الوقف للقبر وكذلك الوصية للقبر صحة هذه الأمور بيان مصارفه كلها يدل على شدة تمسك الإمام المخدوم رحمه الله بعادات وتقاليد أهل السنة المنتشرة والشائعة في بلاد المسلمين منذ قديم الزمان نعم ليس كما يفتري أهل البدعة عليهم على المسلمين نعم فإذا هذا رجل قرأ عند الميت يعني قبل الدفن أو عند القبر كلاهما يصدق عليه هو قرأ عند الميت ثم لم ينوي القارئ ثواب قراءته له فإذا لو قرأ عند الميت بدون هذه النية لا يصل فإذا عندما يقرأ عند الميت أو عند القبر ينوي هذا الميت أو نواه ولم يدعو أو نواه يعني لم يقرأ عند الميت بل نوى فقط هو يقرأ بعيدا عن الميت غائبا عن الميت نوى فقط ولم يدعو يعني لم يدعو بإيصال الثواب له في هاتين الحالتين نعملوا قولا الإمام النووي وهذا الحمل صحيح وهذا الذي أراد الإمام النووي رحمه الله
كما يعلم من هذه المقابلة يعني عند الأئمة ثلاثة يصل وعند الإمام الشافعي لا يصل. فإذا متى يصح هذه المقابلة؟ لو كان هذا القيد فإلا لا يصح. لماذا؟ فهؤلاء يسأل أئمة ثلاثة قالوا بمجرد النية يصل، سواء قرأ قرئ عند الميت أو قرئ يعني غائبا عن الميت يكفي مجرد نية. نعم. وهو المنفي بقول الإمام الشافعي. ثم وقد نص الشافعي رضي الله عنه ولا صحابه على ندب قراءة ما تيسر عند الميت والدعاء عقبها. نعم. هذا دليل لهذا الحمل. حمل جم عدم الوصول الذي قاله النووي عليه وقد نص. لماذا؟ الإمام الشافعي رضي الله عنه هو نسه ونسه نسه وصحابه والأصحاب يعني جميعا جميع الأصحاب نسوا على ندب قراءة ما تيسر عند الميت. فإذا لو لم يندفع الميت بالقراءة لماذا يقرأ عنده ما تيسر من القرآن؟ فإذا هذا دليل قول الإمام الشافعي والأصحاب هذا دليل على أن الميت يندفع متى عند القراءة بالقراءة عند الميت والدعاء عقبها. هذا على ندب قراءة وندب الدعاء وهذا مندوب. نعم. ثم عقبها أي لأنه حينئذ أرجى للإجابة لما يدعو عقب القراءة. هذا الدعاء عقب القراءة أرجى رجال الإجابة لذلك يدعو، ليس هذا لتوقف النفع عليه، النفع لا يتوقف عليه لو كانت القراءة عند الميت. هذا الدعاء مندوب عقب القراءة لأنه أرجنا ولأن الميت تناله بركة القراءة كالحي الحاضر. الحي الحاضر تناله بركة القراءة، هناك تنزل ملائكة الرحمة وهكذا يعني بركات كثيرة تناله يناله الحي، كذلك يناله الميت أيضا تناله بركة القراءة كالحي الحالي. فهذا إشارة إلى ما ذكره الإمام السبكي رحمه الله، يعني هناك هذا الملدوغ المسموم اندفع ببركة القراءة. فإذا لو كان الحي يندفع بقراءة ببركة القراءة فالميت أيضا يندفع. نعم. قال ابن الصلاح وهؤلاء يعني مبتدئة عصرنا وهم ينكرون كل هذه الأمور، يعني عندهم كأن الحياة منقطعة بالموت، الحياة لا تنقطع بالموت بل الحياة في الحقيقة تبدو، هناك حياة برزخية ثابتة في الشرع. ثم ليس الميت جمادا بل هو يسمع ينطق كل شيء يفعل إلا التحرك. نعم. ولأن وينبغي الجزم بنفعي اللهم أوصل ثواب ما قرأته أي مثله فهو المراد وإن لم يصرح به. نعم. أوصل ثواب ما قرأته لفلان فينبغي الجزم بنفع اللهم أوصل ثواب ما قرأته لفلان. نعم. فهذا بقية هذا القولان. هناك ذكر في الحمل قول الإمام النووي رحمه الله على ما إذا قرأ ألا بحضرة الميت ولم ينوي القارئ ثواب قراءة له أو نواه ولم يدعوه، فإذا لو دعا يندفع. فإذا ينبغي الجزم، ما معنى ينبغي الجزم؟ معنى ينبغي القول بعدم الخلاف متى؟ عند هذا الدعاء لا يكون الخلاف بين الأئمة الثلاثة وبين الشافعي رحمه الله. ثم ذكر قبله لو كانت القراءة عند الميت يندفع الميت
كما قال الإمام الشافعي رحمه الله. نعم. الجزم بنفع هذا الدعاء، اللهم أوصل ثواب ما قرأته لفلان، هذا هو الدعاء. ثم هناك التفسير، أوصل ثواب ما قرأته، وما أنا أوصل ثواب ما قرأته أي مثله، مثل ثوابه، هذا هو. فهو المراد وإن لم يصرح به، يعني هذا الداعي لا يصرح بالمثل، بل هو يدعو بقوله أوصل ثواب ما قرأته، فهذا كاف. هناك مضاف مقدر موجود وهو المراد. ثم لفلان، هذا لفلان متعلقة بقوله أوصل، أوصل ثواب لفلان، لأنه إذا نفعه الدعاء بما ليس للداعي فما له أولى. نعم. لأنه إذا نفعه الدعاء، الدعاء ينفعه، ينفع الميت بما ليس للداعي. نعم. بما يعني بشيء ليس للداعي، لم يقصد به الداعي بل قصد به غيره. نعم. هذا الولد يقصد بالدعاء والده، أو رجل مسلم يقصد بالدعاء غيره أحدا من المسلمين، فإذا ننتفع به. سبقا بينا المدعو له هو الذي يحصل لهذا الذي نوي بالدعاء، فإذا هذا يحصل. فما له يعني فشيء قصد به الداعي نفسه أولى، يعني أولى بالنفع. نعم. ثم ويجري هذا في سائر الأعمال من صلاة وصوم وغيرهما. فإذا أولا ذكر قدر الإجماع، هذا ينتفع الميت بالصدقة والدعاء إجماع. ثم ذكر الخلاف في القراءة، بعد ذلك أشار إلى خلاف آخر. وهذا ما ذكروا في القراءة وفي انتفاع الميت بالقراءة يجري في سائر الأعمال أو لا يجري في سائر الأعمال خلاف للعلماء. بعضهم قالوا لا يجري في سائر الأعمال بل هذا خاص بالقراءة، أما الصلاة والصوم وغيرهما لا يصل ثوابها إلى الميت أصلا. لكن هناك طائفة من العلماء جعلوا سائر الأعمال مثل القراءة، لأجل ذلك يصل ثواب كل عمل لمسلم لمسلم بعد موته أو قبل موته أيا كان يصل. نعم. من صلاة وصوم وغيرهما. نعم. يدل عليه حديث أبي داود، يعني مثلا أخرج الإمام أبو داود في سننه في فضل مسجد الأشعار، هناك مسجد الأشعار، هذا مسجد بعراق بقرب مدينة البصرة. نعم. هذا وورد في فضل هذا المسجد أنه سيبعث من هذا المسجد الشهداء وهم يحشرون مع شهداء البدر. ذكر أبو هريرة رضي الله عنه هذا الحديث رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ذكر لبعلي، ثم طلبه أبو هريرة لبعلي من حضر للحج أو يعني للمناسك ولاقاه من هذا البلد، سألهم عن هذا المسجد وذكر لهم فضل هذا المسجد. ثم ذكر من يصلي ركعتين أو أربعا في مسجد الأشعار ويقول هذا لأبي هريرة، هذا لأبي هريرة، فإذا هذا أبو هريرة هو الذي علم هذه الأمة بهذا الدعاء بعد الصلاة. يعني رجل يصلي ركعتين في مسجد الأشعار ويوصل مثل ثوابهما، أو يصلي أربع ركعات يوصل مثل ثوابها لأبي هريرة، هكذا فوض إلى رجل حضر للحج أو للمناسك ألاقاه أبو هريرة. نعم. فإذا هذا موروث من الصحابة رضي الله عنه. سبق بينا في مسألة في باب الصلاة والصوم قول الإمام السبكي رضي الله عنه، هو يرجح يعني أن
ان ثواب الصلاة والصوم وسائر الاعمال يصلنا. نعم فرغنا من مسائل الوصية والذي يلي باب الفرائض. نعم.